تحيه رياضيه مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا بافتتاح المرحله السابعه من دوري الفا للفوتبول. اخر مره فاز فيها تضامن صور على النجمه كانت النتيجه 3-2، وهالمره الاخيره كانت من 10 سنوات تحديدا، من وقتها سفير الجنوب ما قدر يحرز اي فوز ببطوله الدوري امام الفريق النبيذي. اليوم بالتاكيد المهمه اصعب واصعب بالنسبه للتضامن صور، استنادا لقراءه التشكيل الاوليه اللي عم يدخل فيها المدرب محمد زهير للمباراه بمواجهه فريق عنده اصرار كثير كبير للعوده الى سكه الانتصارات والانفراد بالصداره من جديد بعد تعثره للمرة الأولى بالأسبوع الماضي أمام البقاع. هذا كان التعثر الأول للنجم صاحب 16 نقطة، طبعا مثل العهد بنفس رصيد النقاط الفريقين بالصدارة. وقبل مواجهة العهد بكرة الصعب جدا أمام الإخاء الأهلي علي، النجمة بده يفوز، بده يوضع الضغوط، لكن أولا عليه حل مشاكله الفنية اللي ظهرت عليه بالأسبوع الماضي. كل هالأمور وكل هالنقاط وكل هالمشاكل رح نضوي عليها بالنسبة للفريقين للنجمة والتضامن صور مع محلل أم تي في بمباراة اليوم نجم النجمة والتضامن صور السابق كابتن هيثم زين. مساء الخير. مساء الخير لك شرب ولكل المشاهدين. برحب فيك مره جديده عبر شاشه ام تي في، يعني كان لنا لقاء سابق معك، واليوم محظوظين تكون احنا وياك سوا على الهواء. مباراه النجمه والتضامن صور دائما مباراه خاصه عندما تكون بصور، انت بتتذكر كثير منيح ولك ذكريات كثيره. صحيح صحيح، خصوصا انه ملعبنا كانوا مسمينه ملعب الجحيم، فكانت مشكله لاي نادي عم يجي يلعبنا، خصوصا نادي النجمه جمهور كبير وبيكون الملعب مسكر جماهيريا، فهيدي شغله كثير منيحه كانت. بالنسبة لهذه المباراة نجمة تضامن، مباراة صعبة للفريقين، صعبة جدا. تضامن جاي من خسارة 3-2 مع شباب الساحل، والنجمة جاي من مباراة للنسيان مع البقاع. يعني تصور أنت نجم المباراة كان عباس حسن، يعني كان في مشكلة، لذلك شايفين تشكيلة النجمة مغيرة عن المباراة السابقة. لقى المدرب أنه كان عنده مشكلة بخط الوسط، غير بخط الوسط ولعب اثنين أطراف لأول مرة بيلعبوا، اللي هن محمد جعفر وأبو بكر المال، بالاضافه لحسن اول مره بيلعبوا سوا. صحيح صحيح، خلينا نشوف التشكيله بطبيعه الحال على الشاشه مع مخرجنا جورج خليل. رح نشوف النجم كيف عم يلعب اليوم، اذا عباس حسن رح يكون موجود بحراسه المرمى كابتن، رباعي خط الدفاع، اليوم علي بزي موجود على الجهه اليمنى بدلا من علي حمام، قاسم الزين واحمد ديب كقلبي دفاع، وعبد الفتاح عاشور بقي على الجهه اليسرى. رح توقف نقطه ورا نقطه عند التشكيل الاجمالي، لكن خلينا نشوف بخط الوسط موجود نادر مطر وحسن معطوق وادريسان يانغ خلفهم، على طرفي الملعب بالهجوم ابو بكر المال، محمد جعفر وفيليبي دو سانتوس المهاجم البرازيلي بيناتهم. كابتن يعني خليني روح سريعا للتشكيل النجموية بداية من خط الدفاع، ما عم نشوف ايضا احتياط النجمة علي السبع، اندرو سوايا، امير حصري، عمر زين الدين، حسن محمد، علي الحاج وعلي سلمان. بداية من التشكيلة النجموية من الدفاع مثل ما قلنا، يعني اليوم النجمة عنده مشكلة كثير كبيرة بغياب علي حمام وايضا بغياب ماهر صبرا، هي عدم وجود إضافة عددية هجومية من قبل الظاهرين بغياب هاللاعبين. كيف ممكن بونياك اليوم يعالج هالمشكلة، أو إلى أي مدى ممكن تأثر على النجمة مع أنه عبد الفتاح عاشور بين مزدوجين محدود هجوميا، وعلي بزي ما عم ياخد المبادرات يلي تعودنا عليها من الناحية الهجومية. صحيح، هو إذا بتلاحظ بخط دفاع النجمة الثلاثة اللي عم يلعبوا بعضهم عم يلعبوا، الغياب الوحيد هو علي حمام، وغياب مؤثر. أنا من المرة الماضية خبرت أنه علي حمام مسكر منطقته بشكل كبير وبهاجم، يعني مشكلة كبيرة، بس علي بزي لعب بهيدا المركز قبل بمرة، ولعب بخط الوسط من الموسم الماضي مع المدرب جمال حاج، كان هو عم يلعب بتصور بالرباعي الدفاعي في حرية لعلي بزي بس انه يهاجم، باقي المدافعين حيضلوا ثابتين بخط الدفاع، بس رح يكون عنده مشكلة. ابو بكر المال منه لاعب بحب يدافع لنكون صريحين، ونادر مطر يعني اليوم عنده دور مزدوج، دور الإضافة العددية الهجومية، وبنفس الوقت لعب الدور اللي كان يلعبه عمر زين الدين إلى جانب إدريسان يانغ، هذا أمر مرهق رح يكون لنادر. لك بتصور أني يعني مش مطلوب من أبو بكر المال يرجع يدافع، أنا بتصور نادي النجمة فايت على المباراة بشكل هجومي وبشكل كبير، وحيعتمد أكثر على حسن معطوق من وراء المهاجمين ليمرر أبو بكر المال ومحمد جعفر، في مسؤولية كبيرة كمان على محمد جعفر، أول مباراة بيلعب كأساسي. صحيح، مفروض يبرهن أنه هو لعيب كبير ولعيب قادر يؤدي لنادي. طيب خلينا نروح سريعا للنقطة الثانية، اليوم سحب بونياك عمر زين الدين، وضع نادر مطر إلى جانب نيانغ، دور يلي ما بحب يلعبه نادر عادة، هو لاعب الارتكاز، لكن هل عم يستغل بونياك غياب افضل لاعبين دفاعيين بخط الوسط عند التضامن السوري اللي هن بلال حاجو وكوفي يبوا، تيعمل طبعا او يدخل النهج الهجومي يلي طالبوا فيه طبعا جمهور النجمي؟ اكيد 100%، هو عم يلعب اليوم بارتكازي واحد، وعم يلعب بنادر مطر وحسن معطوق،
ليك شغله كثير مهمه، لانه اذا لاحظنا نحن حتى بمباراه التضامن مع الساحل، الهدف الثاني اللي فات من مرمى التضامن هي عباره عن ثلاث لاعبين بنص الملعب انفردوا على لاعب من التضامن، يعني في مشكله كبيره بخط وسط التضامن، غياب اكيد بلال حاجو وغياب الكوفي مؤثر جدا، لانه هن اثنين ذو خبره وبيقدروا يحافظوا على تكوينه الفريق. بالوقت يلي عم شوف كابتن تشكيله التضامن الصوره امامنا على الشاشه، هادي مرتضى بحراسه المرمى، داوود ديوب، خضر حلاق، وائل يوسف، حسين محايدلي، قاضي عطيه، محمد الفعور، موسى زيات، حسين بيطار، علي بحر، وجاد الزين. رغم انه التضامن الصوره عم يلعب باجنبي واحد هو داوود ديوب، بعده محمد زهير عنده الجراه والشجاعه يهاجم. عم يلعب اليوم بلاعبين عنده نزعه هجوميه كبيره، عم بحكي طبعا عن علي بحر، عم بحكي عن حسين بيطار، عم بحكي عن جاد الزين. ليك ما تنسى انه التضامن من الموسم الماضي لهيدا الموسم عم يلعب بس بثلاث لاعبين من الموسم الماضي، يعني عندهم ثمان لاعبين متجددين، وعندك عنصر الشباب طاغي على النادي، يعني نادي متجدد، اكيد الامر صعب، بس نادي التضامن عم يلعب اليوم بسبعه بشكل دفاعي، يعني اذا انت عم تحكي بالرباعي خط الدفاع زائد كاظم عطيه زائد موسى زيات ومحمد الفعور، هن سبعه دور دفاعي، ومعطي حريه لعلي بحر ولحسام بيطار ولجاد الزين، فمفروض التضامن يعمل يدافع صح بشكل مزبوط، بس لازم يعمل المرتدة، ما في يدافع 45 دقيقة بس يدافع، حيكون في مشكلة كبيرة عنده. وأنا بتصور إذا نادي التضامن استغل الكرات المرتدة حيسبب خطر لنادي النجمة. طيب اليوم بدي أحكي عن نقطة أيضا مهمة جدا، عدم لعب النجمة بلاعبي ارتكاز، هل هي مخاطرة من بونياك فينا نقول؟ يعني غير صورة اللعبة كلها. ليك في نقطة يعني في نقطة، إنه حسن معتوق ونادي المطر صح عندهم حرية هجومية، بس بدهم يواكبوا ويدافعوا، لأنه عن جد إذا حسن معتوق مش بمركزه 100%، بس ما فيهم ما يدافعوا، لأنه أنت بتحضر مباريات أوروبية، ما فيك حتى لو كنت نص ملعب مهاجم بدك تدافع بدك ترجع، لأنه التضامن إذا قدر يسجل هدف عمل مشكلة كبيرة لنادي النجمة. يعني أي مهاجم، والعكس صحيح. خلاصة، أي مهاجم رح يتمنى يكون اليوم موجود بهجوم النجمة بوجود عدد كبير من اللاعبين المهاريين، حسن معتوق، نادر مطر، محمد جعفر، أبو بكر المال، بتوقع أنه يخلقوا فرص كبيرة لفيليبي دو سانتوس. 100% مفروض، لأنه فيليبي سانتوس إذا لاحظت حتى بالكرات العرضية جيد، وسجل هدف ضد نادي شباب الساحل، بس ما عم يلعب كثير كرات عرضية بنادي النجمة، مفروض يشتغلوا أكثر، مفروض يهاجموا أكثر، مفروض يبرهنوا أنه نادي النجمة عن جد، يعني 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 المباراة السابقة بده يبرهنوا أنها للنسيان وما بتتكرر، لأنه إذا تكررت الدوري صعب، ما فيك تخسر. على كل حال هذه النقطه الكبيره اللي عانى منها النجمه بخط الوسط تحديدا بالمباراه امام البقاء، لاعبي الوسط اللي ما بيكون عندهم الزياده العدديه وما بيقدروا يعملوا الفعاليه الهجوميه اللي بيعملها عاده نادر مطر. كابتن الفريقين اصبحوا موجودين على ارض الملعب بين الشوطين، رح اود لاحكي انا وياك اكثر عن اول 45 دقيقه. مشاهدينا على امل تستمتعوا بالمباراه، رح انتقل هلا لزميلي فارس كرم لضربه البدايه، ومن بعد اكيد رح يكون لي مواكبه معكم عبر التعليق. تفضل فارس. شكرا شربي، التحية للكابتن هيثم زين والفريقين يلي صاروا جاهزين، تحية لكل مشاهدي الام تي في مع افتتاح المرحلة السابعة من دوري الفا لكرة القدم. آخر فوز للتضامن سور على النجمة من 3890 يوم تحديدا، من 15/3/2008 وقت ربح فريق التضامن سور على هالملعب بالذات على فريق النجمة 3-2، كان هاتريك لغسان الشويخ بمرمى محمد سانتينا مقابل هدفين لعباس عطوي وخالد حميه. مباراة اليوم بتختلف كثير كثير عن كل المباريات، التضامن سور جاي على بيروت ليرجع بانتصار، ليرجع بتعادل على الاقل، وفريق النجمه بده يصالح جمهوره الكبير يلي عم بيتابعنا عبر شاشه الام تي في بعد تعادل كان مع فريق البقاع الاسبوع الماضي. لكل حصان كبوه، هل رح تكون هالكبوه كانت قدام البقاع ويرجع النجمه لسكة الانتصارات؟ هذا الشيء اللي رح نكتشفه اليوم. حكام المباراة جميل رمضان، علي المقداد، هشام أنصو، ومحمد حداد الحكم الرابع. بذهاب الموسم الماضي وبإياب الموسم الماضي نفس النتيجة كانت عم تتكرر، وقت النجمة عم يربح بنتيجة 2-0، وبنصف نهائي كأس بنين بصيدا النجمة كان عم بفوز على التضامن سور بنتيجة 3-2. يعني دايما المباريات بتكون حماسية، وأربع انتصارات بس للتضامن سور تاريخيا، وكلها كانت عم بتكون بفارق هدف وحيد. النجمة عنده عدة انتصارات بلغوا 23 مقابل 8 تعادلات، والفوز الأكبر كان مرتين للنجمة 5-1 عامي 2006-2009. اللحظات الأخيرة والتأكد من سلامة الشباك لانطلاق المباراة،
بين النجمة والتضامصور، النجمة باللون المعتاد اللون المبيدي، وفريق التضامصور اليوم بالتياب البيضاء. لحظات والمباراة رح تبدأ، هاي بافتتاح الأسبوع السابع. النجمة يلي عم يتخلى عن صدارته الأسبوع الماضي لصالح فريق العهد بفارق الأهداف، مع العلم أنه اثنين معه نفس النقاط. الأنصار برحلة مخفوفة بالمخاطر رح تكون مع البقاع بكرة، ومباراة رح تتابعوها مباشرة عبر شاشة الوان، بينما عبر شاشة الام تي في بكرة مباراة العهد والإخاء مباشرة من صيدا. اليوم النجمة عم يلعب بطريقة 4-2-1-3، 4-2-1-3. الواحد هو حسن معتوق يلي مطلوب منه انه يمول الهجوم، وخاصة فيليب دوس سانتوس يلي على مركز الأجنحة محمد جعفر وأبو بكر المل. هيدا بونياك خير بالتشكيل اليوم، والتضامصور يلي عم بيلعب اليوم بأجنبي وحيد هو داوودا ديوب بخط الدفاع، بينما سارفو موجود على مقاعد الاحتياط، وكوفي يبوا موقوف. ثلاث مباريات توقف، المباراة السابقة مع شباب الساحل، المباراة الحالية، والمباراة المقبلة يلي رح تكون بمواجهة فريق البقاع. انطلاق المباراة والكرة حاليا مع فريق النجمة، عبد الفتاح عاشور لقاسم الزين. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يلي رح يغادر بيروت نهار الأحد لأستراليا استعدادا لخوض مبارتين وديتين مع أوزبكستان ب 15 من الشهر الحالي بمدينة جولد كوست، ومن بعدها بيتجه للعاصمة سيدني لمواجهة المنتخب الأسترالي على الملعب الأولمبي بمباراة رح تشهد تكريم القائد التاريخي للمنتخب الأسترالي تيم كاهل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والدوري اللي رح يوقف الأسبوع المقبل وبيرجع الأسبوع اللي بعده. فيليب دوس سانتوس والكرة حاليا هون داخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق النجمة، بيبعدها دفاع فريق التضامصور مع أول تسديدة بالمباراة من علي بسي. علي بسي جرب يسدد كرة على يمين الحارس هادي مرتضى، بس رح تكون بعيدة أمتار قليلة عن مرمى حارس تضامصور. تحية لكل جمهورنا يلي عم يتابعنا بالجنوب وتحديدا بسور لمتابعة فريق التضامن. كرة هون عم نشوف كيف كان عم بيبعدها مدافع التضامن خضر حلاق، والتسديدة من علي بسي من دون ما تشكل خطر على مرمى الحارس هادي مرتضى. عبد الفتاح عاشور بيبعد الكرة أمامية، رمي التماس رح تكون لفريق التضامن صور، بده ينتبه كتير منيح. أحمد ديب، إدريسا نيونك معهم بطاقتين صفر، وحسن محمد على مقاعد الاحتياط. هذا من ناحية فريق النجمة. خلينا نتابع الكرة، وخطأ خطأ على مشارف حدود منطقة الجزاء، اعتراض نجماوي كبير على هالصافرة، بس الحكم رح يعطي ركلة حرة لفريق التضامن صور من مكان خطر كتير إذا تنفذت بالإعادة. بنرجع منشوف دريسان يونغ والخطأ يلي هون عم يرتكبه الحكم، ما رح يتأخر أبدا جميل رمضان لا يحتسب الخطأ الفاول. هل حسين بيطار رح يسدد الكرة جانب جمهور فريق النجمة بهالمباراة؟ حسين بيطار على التنفيذ مثل ما توقعنا عباس حسن، نجم النجمة كان ونجم النجوم الأسبوع الماضي يلي خلى فريقه يرجع من البقاع من النبي شيد بنقطة غالية كتير. كل فريق بمر بحالات طلوع ونزول مثل ما بقولوا، بينما الأسبوع الماضي ما كان أسبوع فريق النجمة أبدا. خلينا نتابع حسين بيطار، حسين بيطار يلي رح ينفذ الكرة، بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ما رح تعطي أي نتيجة لهلأ. الضغط موجود، فريق التضامن بالهجوم، الكرة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها دفاع فريق النجمة حاليا مع تسديدة من داخل المنطقة لداوودا ديوب يلي عم يجرب حظه داوودا ديوب، ورمية التماس رح تكون لصالح فريق النجمة. برجع بذكر كمان مرة انه بكرة مباراة النبي شيط والأنصار رح تكون مباشرة منقولة عبر شاشة وان، بينما عبر شاشة الام تي في مباراة العهد والإخاء الأهلي علي يلي رح تتابعوها لايف من صيدا. انطلاق المباراة بأول 4 دقائق كان في محاولة نجموية عم بردوا عليها فريق التضامن صور بمحاولة، بس من دون خطورة تذكر. بكرة السبت
البقاع بيستضيف الانصار، الصفا والساحل بحمدون، السلام زغرطه بيستضيف الرسينج على ملعب المردشيه، العهد والاخاء بصيدا، اما الاحد ختام المرحله بمباراه طرابلس بيستضيف بطرابلس فريق شباب الغزل. كرة حاليا مع فريق تضامن صور بمنتصف ملعب اللي عم يفتقد كمان لجهود بلال حاجو بمباراة اليوم. تضامن صور ما عنده شيء يخسره أبدا. كاظم عطية بيرجع الكرة بدوره لحسين محيدلي بين إيدين عباس حسن. علي بزي بيتقدم علي بالكرة لمين للمعتوق. اليوم المعتوق رح تشوفوه كتير رح يستلم كرات من منتصف ملعب ويمول خط الهجوم، خاصة فيليبي دوس سانتوس يلي رح يكون رأس الحرب اليوم بصفوف فريق النجمة بمساعدة أكيد من أبو بكر المل يلي رح يساعده، بالإضافة كمان لمحمد جعفر يلي عم بيشارك اليوم لأول مرة أساسي هالموسم. كرة حاليا مع المرتضى بده ينتبه كتير منيح حارس المرمى من هالكرات، الكرات الخطرة كتير يلي بتكون. ادريسان يونغ للمعتوق، المعتوق بلم الكره بيتخطى ثلاث لاعبين بيلعب الكره على الجهه اليمنى حلوه كثير لعند باكو بترجع لعند علي بزي، علي بزي داخل منطقه جزاء فيليبي دوس سانتوس ما راح ينجح بهالكره. لهلا لاعب برازيلي او الجراف البرازيليه سجل هدفين بدوري الفا، وفي خطا بهالوقت على جاد الزين المعار لموسمين من فريق العهد. جاد الزين اللي عم يرتكب الخطا بالاعاده، نرجع منشوف الاعتراض من جاد الزين، بس الحكم دايما وقت ياخذ قراره القرار لا رجوع عنه الا بحالات بتكون استثنائيه. يعني ست دقائق على بدايه المباراه كنا عم نسمع هيثم زين قبل انطلاق المباراه شربل، وكان عم بيحكي عن توقعاته ورايه بهالمباراه واداء فريق النجمه، اداء فريق التضامن. الامور كلها بتكون بأرض الملعب، أرض الملعب شو رح تعطينا، الفريقين شو رح يفرجونا، هيك فينا نكون فكرة مع نهاية الشوط الأول تقريبا. خلينا نقول اليوم النجمة بصورة جديدة بمقاربة تكتيكية واستراتيجية مغايرة عن المباريات السابقة مع وجود أبو بكر المل ومحمد جعفر تحديدا على طرفي الملعب، وحسن معتوق بدور الممول، دور صانع الألعاب، دور يلي رح يكون أكثر من مهم بلقاء اليوم لأنه هو يلي رح يوصل المهاجمين بالوقت يلي هو كان واحد من أبرز الهدافين بصفوف فريق النجمة إن كان هالموسم أو بالموسم الماضي عندما سجل 13 هدف. فيليبي دوس سانتوس لاعب يلي بدأ بآخر مبارتين تحديدا أمام السلام وأمام شباب الساحل قبل ما يعجز عن التسجيل بمرمى البقاع. كرة حاليا بوسط الملعب مقطوعة بتروح لعند المعتوق، المعتوق على الجهة اليمنى بحاول يمر المعتوق لكن كرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب. السؤال المهم إلى أي مدى اليوم كمان نادر مدى رح يقدر يتأقلم مع دوره الجديد بالوقت يلي أبو بكر المل بحاول يسدد كرة إلى خارج أرض الملعب، رح تكون ركلة مرمى محاولة مسافة بعيدة لأبو بكر المال كنت كانت ضعيفة وبعيدة عن المرمى. يعني المعتوق اليوم هو عنده دور اللاعب الحر واللامركزية يلي راح يكون عم يشتغل فيها هي أمر أكثر من مهم بالنسبة لموريس بونياك بالتأكيد، لكن إلى أي مدى التركيبة الهجومية يعني أبو بكر المال، محمد جعفر، فيليبي دوس سانتوس وحسن معتوق راح تكون فعلا فعالة، هذا الأمر يلي راح نتابعه على ارض الملعب. وقت الكره حاليا مع تضامن صور بدر حلاق، داوود ديوكو، اليوسف، حسين محايدلي بالتاكيد راح يكونوا امام مهمه منا سهله ابدا. شوفوا معتوق المتحرك بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى، كره مقطوعه الى خارج ارض الملعب، هيدا حسب معتوق امامنا على الشاشه. يعني ما في لزوم نحكي كثير عن المعتوق، ادائه واهدافه وتمريراته الحاسمه وروحه القياديه هي بتحكي عن حالها. نادر مطر بيلعب هالكرة للخلف لعند قاسم الزين، قاسم لفيليبي دوس سانتوس بيعرف كتير منيح يحمي كرته، بيعرف بأي طريقة يرجع يوزعها، هذا الأمر واضح بالكرة الأخيرة يلي وصلت لمحمد جعفر على الجهة اليسرى. جعفر بمواجهة لاعبين من التضامن بحاول يعكس الكرة العرضية مقطوعة إلى ركلة ركنية. شو بيقول الحكم؟ الحكم بيقول ركلة مرمى، كأني شفتها ركنية. على كل حال جميل رمضان أقرب مني بكتير من موقع التعليق تحديدا بمدينه كمين شمون الرياضي، واكيد التحيه متجدده لكل مشاهدي ام تي في بلبنان والعالم يلي عم يتابعوا معنا دائما مباريات دوري الفا مباشره وحصريا. المرحله السابعه يلي راح تفتتح اليوم، بكره ايضا عدد كبير من المباريات المهمه
العهد يواجه الإخاء بصيدا. المباراة رح تكون منقول الساعة 4 مباشرة عبر ام تي في وقبل الساعة 2:15 على شاشة وان. البقاع رح يستضيف الأنصار الساعة 2:15. كرة ملعوبة باتجاه لفيليبي بحاول يوصلها للمعتوق داوودا ديوب على مساره داوودا. طبعا ستيفن سارفو الغاني موجود على مقعد البدلاء بسبب الإصابة اللي سبق وتعرض له، وبالتالي بعد ما انه جاهز 100% للمشاركة بشكل أساسي بالوقت اللي كوفي هو موقوف. أكيد عم بغيب مجددا عن التضامصور إلى جانب بلال حاجو يلي بينتهي إيقافه اليوم، كان أوقف قائد التضامصور لثلاث مباريات بالوقت يلي محاول اختراق من نيان كورلا عند معتوق خطيرة جدا. معتوق بحاول يمر العرضية موجودة إنما الكرة إلى ركلة ركنية. نقلة الكرة السريعة بالتأكيد بتخلي النجم يوصل بشكل سريع إلى منطقة جزاء. هذا الأمر يلي كان عم يعمله إدريسان يانغ بتقدمه بوحدة من المرات النادرة يلي بيتقدم فيها السنغالي، خطير جدا. ام تي في سبورتس على فيسبوك، ام تي في لاب سبورتس على تويتر وانستغرام، بتقدروا بالتأكيد تتابعوا كل شيء بيختص بدوري ألفا وغيره من الرياضات. المعطوق أيضا بالتمرير الأمامي باتجاه لمحمد جعفر، جعفر بحاول يحافظ على كرته إلى ركلة مرمى هالمرة. هذه مرتضى حارس مرمى التضامصور اللي اخذ مكان هادي خليل المنتقل الى العهد ومنه الى سبيل على سبيل الاعاره الى الراسينج. بكره ايضا الصفا بواجه شباب الساحل الساعه 2:15 بحمدون. سلام زغرطه بيستضيف الراسينج بنفس التوقيت بالمردشيه، والاحد راح يكون ختام المرحله بمباراه طرابلس والشباب الغزيه على ملعب الشهيد رشيد كرامي بطرابلس الساعه 2:15. كره حاليا على الجهه اليسرى وسط الملعب، التضامصور عم يحاول ينظم صفوفه وعم يحاول يهاجم. اكيد الامور مغايره عن المباريات يلي بخوضها التضامن على ملعبه. المزعج بالنسبه للنجمه، المزعج بالنسبه لاي فريق اليوم، مساحات اكبر. ملعب مدينه كمان شامون الرياضيه بالتاكيد بيلعب دور لمصلحه النجمه اكثر من التضامصور. ما في إمكانية أبداً لتضييق المساحات على النجمة بالشكل يلي بنشوفه بملعب صور عندما يزور الفريق البيروتي سفير الجنوب. علي بزي عم يتقدم على الجهة اليمنى، علي الكرة الأمامية قصيرة لكن بتوصل للمعتوق بعد ما قطعها وائل يوسف. معتوق بيحافظ على كرته بترجع لعند علي بزي، كان عم يطلبها علي، بترجع لعند المعتوق مرة جديدة عندما هالكرة عم تنقطع من حسب معطوق. يعني 12 دقيقة مروا فارس، الأمور لا تزال على حالة التعادل السلبي بين النجم وضيفه التضامصور. انتظار طبعا يكشف النجم عن وجهه الهجومي الحقيقي بخيارات هجومية للمدرب الإسباني. يعني 12 دقيقة شلبي المزبوط مثل ما قلت لهلا، بعد ما في شيء بهالمباراة، إذا بدنا نقول عملية جصبت خلص قطعت القصة، ولازم صار كل فريق يعرف الفريق الثاني وخطة الفريق الثاني. فريق النجمة عم بجرب ما ياخذ ريسك أبدا من ناحية الدفاع، لهالسبب عم بيلعب هجمات فيها بعض الخجولة إذا بدكم والخجل على مرمى مين؟ فريق التضامن، لأنه فريق التضامن بالهجمات المرتدة خاصة مع جاد الزيت ما راح يكون سهل ابدا. الملعب الكبير قديش رح يساعد فريق التضامن سور، هو يلي تعود اكثر على ملعبه، وملعبه يلي ما بيكون ابدا اي فريق مبسوط وقت بده يطلع يلعب فوق، لان بيعرف فريق التضامن على ملعبه فريق صعب جدا، منه فريق سهل انه واحد يقدر يرجع وبسهوله بثلاث نقاط من مدينه سور. علي بزي بغير اتجاه الكره ناحيه اليسار لعند فيليبي دو سانتوس، فيليبي دو سانتوس بيعمل كنترول بس بيخسر الكره فيليبي دو سانتوس. تعليمات محمد زهير واضحة، ممنوع أي لاعب من فريق النجمة ياخذ الكرة ويتحرك مثل ما بده، يعني لازم البريسنج يكون دائما من لاعبي فريق التضامن على لاعبي فريق النجمة. هذا اللي عم نشوفه بأول 13 دقيقة من بداية المباراة. قاسم الزين لاعب منتخبنا الوطني بيلعب هالكرة لخارج ملعب بونياك كامل أنيقته ولا ياقة طلعوا عند بونياك ومين؟ مازن الأحمدية، مازن خالد، حسين حمدين، كلهم موجودين ليكونوا داعم للمدير الفني يلي كان تعرض لانتقادات كبيرة بعد أداء بالمباراة الأخيرة. بس كمان واحد ما بده ينسى أنه بالنهاية فريق النجمة معه 16 نقطة مثله مثل فريق العهد، وبيتفوقوا على الأنصار بفارق 5 نقاط. محمد جعفر هون على الأرض، محمد جعفر يلي كان قبل هالمباراة شارك ب 72 دقيقة بس
من عمر الدوري، 72 دقيقة كان عم بخوضه محمد جعفر قبل ما يكون اليوم كلاعب أساسي. أبو بكر المال على الجهة اليمنى ودفاع التضامن اللي عم يبعد الكرة لخارج الملعب تحديدا محمد الفعور، رمي التماس لفريق النجمة، فرصة لفريق النجمة، المحاولات عم بتكون داخل منطقة الجزاء، التمريرات عم أبرزها يعني عم بتكون مقطوعة من دفاع فريق التضامن يلي ما عم بيلاقي أي مشكلة أبدا. اليوم مطلوب من وسط فريق النجمة إنه يوصل الكرات لخط الهجوم ليقدروا يخلقوا الخطورة على مرمى فريق التضامن صور. هذا الشيء اللي افتقدناه له بمباراة البقاع. فريق التضامن صور الأسبوع الماضي خسر قدام فريق شباب الساحل 3-2 وكان خسارة لفريق التضامن، أكيد عطيت 3 نقاط غاليين كتير لفريق شباب الساحل يلي اليوم عم بيكون بالمركز الخامس برصيد 9 نقاط. كرة حاليا منتصف ملعب نادي المطر بياخد أمور أكثر على عاتقه نادي المطر، يتقدم بمر لحسن معتوق وقتو مع نادر بترجع لنادر، هيدي الصعوبة شوفوا يلي ما عم بيهدوا اللاعبين فريق النجم يطلعوا منها، بتنقطع الكرة من فريق التضامن صور بتنتقل هجمة مرتدة سريعة عن طريق حسين بيطار وتسديدة عالية، تسديدة عالية بعيدة عن مرمى عباس حسن. هيدا محمد صغير يلي كان مدرب والمدير الفني لفريق التضامن صور وقت التضامن صور ربحوا على النجمة 3-2، نرجع منذكر على ملعب مدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت، وثلاث أهداف هاتريك كانوا لغسان شويخ كان عم بيسجلون غسان شويخ بمرمى محمد سنتينا. محمد سنتينا يلي اليوم بعده بحراسة المرمى وكمان عم بيأدي أداء رائع محمد سنتينا، يعني الأمور بتمرق وفي لاعبين بيوقفوا في لاعبين بيكملوا. حسن معتوق الأكيد أنه فريق النجم اليوم بيعرف أهمية الثلاث نقاط قبل توقف الدوري لأسبوع، والسوبر نوفا النجموية يلي منشوفها دايما حسن معتوق عم يجرب كمان ياخد الأمور أكتر وأكتر على عاتقه من حيث الاختراقات. يعني حسن معتوق في حل من الثلاثة، يا بيقطع يا بيتعرض للعرقلة يا بده يخسر الكرة شربين. عم بيجرب حسن معتوق يدخل لمنطقة الجزاء، صار أكتر من مرة شفناه على الجهة اليسرى شفناه على الجهة اليمنى عم بيغير ميلي لربما يقدر يقطع بنوع بوحدة من هالكرات ويمرر لحدا من زملائه ويكون في فرصة على مرمى فريق التضامن صور. وحسن معتوق فارس المتخصص بالتسجيل بمرمى التضامن صور بالموسم الماضي، 4 أهداف لحسن معتوق بشباك التضامن بمباراتين ذهابا، المفارقة أنه أيضا بالمرحلة السابعة لكن المباراة أقيمت وقتها بصور، مباراة تبعناها أيضا مباشرة عبر MTV. حسن معتوق نجح بتسجيل هدفي النجمة وبالإياب كرر الأمر نفسه، فاز النجمة 2-0 وهدفين كانوا لحسن معتوق. أكيد التضامن ما بيأمل أنه نفس السيناريو يتكرر بمباراة اليوم، التضامن بحاجة كتير للنقاط، هو عم يوقف بالمركز الثامن بست نقاط بعد فوز وحيد وثلاث تعادلات مقابل خسارتين. كرة حاليا مقطوعة بتروح لعند إدريسان يانغ على الجهة اليمنى، حسين محايدلي عم يقدر يعيدها لمصلحة التضامن صور بوسط الملعب. حسين بيطار أكيد كل لاعبي التضامن صور من المفترض يكونوا ملتزمين بواجباتهم الدفاعية ليمنعوا النجموية من التقدم باتجاه منطقتهم، هذا أمر أساسي، أي لاعب متأخر ممكن يستفيد النجمة بسرعة لاعبينه المهاريين يعمل هجمة مرتدة وبالتالي يشكل الخطورة على مرمى لهذه مرتدة. كرة حاليا أمامية إنما أيضا مش لحدا، عم تروح ركلة مرمى عند عباس حسن، هيدا عبد الفتاح عاشور موجود على الجهة اليسرى ولا يزال بوريس بونياك مقتنع بعبد الفتاح عاشور كظهير أيسر، لاعب يلي تعودنا نشوفه بمركز قلب الدفاع، لعب على الجهة اليمنى لعب على الجهة اليسرى مع النجمة بالوقت يلي حاليا كرة أمامية بتجه لفيليبي، هذه مرتضى عم يخرج وعم يلتقطها بسهولة تامة، ما في أي مشاكل كانت لهذه مرتضى بالكرة الأخيرة. رشديد واليوسف بدر حلاق ومدافعي التضامن صور برواء وبهدوء، ما بدهم ابدا ينجرفوا بهالمباراة، ما بدهم ابدا يخاطروا، الاعتماد واضح عم يكون على الكرات الطويلة بمحاولة لإيصال المهاجمين. كرة حاليا عند إدريسا بتروح لعند نادر، لحد هلا نادر مطر بعيد عن خطورته الطبيعية، بعيد جدا اصلا عن منطقة جزاء، عم يكون موجود بملعبه فقط
بالوقت يلي محمد جعفر مره جديده بيفشل انه يمر عن حسين بحيدلي يلي بيقطع الكره رقم 2 عم يقدم مباراه جيده لحد الوقت. بحيدلي كره للامام مقطوعه مره جديده الى رمي التماس تبادل الكرات كان مع جاد الزين رمي التماس لمصلحه التضامن صور داوود ديوب بموسمه الثاني مع التضامن بعد ما كان احرز لقب الدوري مع فريق العهد بالموسم قبل الماضي انتقل الموسم الماضي الى التضامن صور وعاد التضامن صور وجدد مع داوود ديوب بعد الاداء المميز يلي قدمه الوقت يلي حاليا وائل يوسف بينقل الكره بوسط الملعب الى محمد الفعور لاعب كان موجود على سبيل الاعاره ببطوله الانديه العربيه مع النجمه ايضا الكره مقطوعه من عبد عاشور بتروح لعند محمد جعفر عم يرتد للخلف لاستلام الكرات امر جيد عم يعمله محمد جعفر بالوقت يلي نيانغ الكره الطويله لفيليبي صعبه صعبه يا نيانغ صعبه بوجود خضر حلاق على مساره ايضا خضر بينقل الكره للامام التقدم مره جديده للتضامن صور بوسط الملعب دائما الكرات عم تمر بقائده محمد الفعور على الجهه اليمنى ايضا هيدا علي بحر موجود مجددا التمريره خاطئه بتسمح للنجمه باعاده اطلاق هجمته نادر ابو بكر لعند علي علي بعيده لعند باكو ومن جديد الكرات عم تتوقف اندفاع التضامن صور عم يكون ممتاز لهالوقت عم يقدروا يتوقعوا وين رح تروح الكره وبالتالي عم يوصل اللاعب بالبريسنج يلي عم يعمله مع التمريره او مع نهايه التمريره او مع وصول الكره الى اللاعب يلي عم يتم التمرير له هيدا امر ممتاز يلي عم يعمله يعني تعليمات محمد زهير واضحه الضغط بطريقه ذكيه من دون ما ينصاب الفريق بالارهاق بوقت مبكر بوقت يلي محمد جعفر يا سلام بلا مرور عن علي بحر الكره للخلف عند قاسم الزين التقدم من قائد النجمة الكرة الأمامية محاولة لإيصالة لعند حسن معتوق أيضا مقطوعة إلى رمي التماس هالمرة لمصلحة النجمة من دون شك يعني المباراة بحاجة لفرصة المباراة بحاجة لهدف خليني أقول بشكل أفضل ممكن يغير صورتها ممكن يدخل حماسة أكبر على أرض الملعب بالوقت يلي حاليا فيليبي لمسة جميلة وان تو مع نادر مطر بحاول يمر إنما الكرة مقطوعة مجددا من لاعبي التضامن صور الانضباط الدفاعي يلي عنده اياه التضامن حاليا هو اكثر من ممتاز بيعرف كثير منيح التضامن الخروج بنتيجه ايجابيه حتى لو كان التعادل هي اكثر من مهمه بالنسبه له فارس بمشواره بالبطوله نعرف يعني وسط تقارب النقاط على صعيد المراكز يعني الغزيه صاحب المركز العاشر معه 4 نقاط طرابلس صاحب المركز 11 مثل الصفا ب3 نقاط وبالتالي التضامن منه بعيد لا معه 6 نقاط يعني بنهاية يمكن نقطة بآخر الدوري تكون إلى أهميتها ويمكن الفريق يتحسر على أي نقطة عم نحكي مع نهاية الدوري كان من ناحية صدارة الترتيب أو من ناحية الترتيب يلي بيكون خاصة اليوم صفا وطرابلس بآخر مركزين و3 نقاط غزية 4 نقاط الراسينج 5 نقاط البقاع والتضامن 6 نقاط السلام 7 نقاط يعني مباراة واحدة بتغير الترتيب كله بين هالفرق عبد الفتاح عاشور بيتقدم لمين مش لحدا ابدا هالتمريره سوء تفاهم كان بينه وبين محمد جعفر موسازيات بيلعب هالكره لمحيدلي محيدلي داخل منطقه جزاء فرصه لفريق التضامن صور كاد يوصل له حسين بيطار بس قاسم الزين كان بالمكان المناسب هيدا عم نقوله الخطوره من فريق التضامن رح تكون مع الهجمات المرتده والسوء التمرير يلي عم بيكون من لاعبي فريق النجمه من بدايه المباراه كره هون رح تروح بعد تمريره كانت من كاظم عطيه فريق النجمه يلي بعده عم بيعتمد على الكرات الطويله حسن معتوق بيتقدم الحكم بيقول ما في خطا بيطلب من حسن معتوق يرجع يقوم كاظم عطيه هون تدخل على الكره وبكل روح رياضيه كان محمد فعور عم بحط الكره خارج الملعب هون الاحتكاك مع كاظم عطيه والحكم بيقول ما في فاول ما في اي خطا حسن معتوق لهلا سجل هدف وحيد بدوري الفا مقابل هدفين لحسن محمد هدفين عم بيكونوا كمان لفيليبي دو سانتوس هدفين لنادر مطر وبقيه اللاعبين يلي سجلوا هدف وقدر فريق النجمه ياخذ هدف من اهدافه كمان خطا بمرمى الفرق المنافسه الضغط عم بيكون هالوقت من لاعبي فريق النجمه على دفاع فريق التضامن دريسان يونغ بيقطع الكره دريسان يونغ
أبو بكر المل، أبو بكر المل يلي بعد ناطر منه جمهور فريق النجمي أمور كتير هالموسم، ترجع بتنتقل لفريق النجمي لفريق التضامن بمنتصف ملعب حلو كتير من كاظم عطية. إدريسان يونغ خسر الكرة بس لحسن حظه الحكم عم يحتسب خطأ. نرجع منشوف هون من غير زاوية المطالب بخطأ من حسن معتوق. أبو بكر المل بمرر لإدريسا، إدريسا لاعب السنغالي برجع الكرة لعاشور منه لأحمد ديب اللاعب السوري، اللاعب السوري اللي خاض المباريات كاملة كلها لدوري ألفا بأول ست مباريات. فيليبي دو سانتوس بيحصل على الخطأ هون. جميل رمضان يلي هون نطر ليشوف إذا في شو أدفانتج، لأنه ما في أدفانتج، رجع عطى الخطأ. موسى زيات عم بيعترض بس الخطأ الحكم واضح، كان الخطأ هون من خضر حلق نطر جميل رمضان. جمهور فريق النجمي يلي بالرغم انه مباراتنا الجمعة والساعة 3 بعد الظهر يعتبر جمهور عدده يعني لا بأس به بمباراة اليوم. حسن معتوق على الجهة اليمنى كان معه علي بزي، فضل انه يلعب الكرة هلا مباشرة لداخل منطقة الجزاء، رح يلعب الكرة مباشرة لداخل منطقة الجزاء. داوودا جوب بيبعدها بالوقت المناسب بعدها مع فريق النجمة لداخل منطقة الجزاء. محمد جعفر، محمد جعفر بيلعب الكرة فيليبي دو سانتوس، وباللحظات الأخيرة باللحظات الأخيرة خضر حلاق عم بيبعد الكرة من قدام الجراف البرازيلية قبل ما يكون في كلام يمكن تاني بهالمباراة. فريق النجمة هلأ عم يتحرك، كمان تمريرة من باركو، كل المصورين موجودين خلف مرمى فريق التضامن سور وكأنه كلهم مقتنعين شربيل انه الهدف الاول رح يكون لفريق النجمة بمرمى التضامن ليقدروا ياخذوا اكيد الصورة الاجمل وصورة الهدف ليقدروا يوزعوها لوسائل الاعلام الخاصة فيهم، بينما ما في ولا مصور غير مصور الام تي في موجود ورا مرمى فريق النجمة. يعني الصورة بتحكي عن حالة بالفعل فارس، هذه مرتضى ما بيتمنى انه يكونوا على حق المصورين او توقعاتهم تصيب. بطبيعة الحال النجمة لا يزال عم يبحث عن هدف اول بالمباراة. التضامن صورة ايضا بالوقت يلي هي الكرة عند إدريسان يونغ عم تروح منه لعند عبد الفتاح عاشور على الجهة اليسرى. النجم لازم يكون ريتمه أسرع إذا ما أراد التسجيل، بطيء كتير عم بيكون بعملية بناء الهجمة. عاصم الزين بيلحق بهالكرة قبل ما تخرج قائد النجم بغياب علي حمام، وواحد من ثلاث لاعبين لعبوا الدقائق 540 لحتى الوقت، أي المباريات الستة الكاملة بالنجمة. كما ذكر فارس عن أحمد ديب، هناك عاصم الزين ونادر مطر أيضا لعبوا 540 دقيقة، أي المباريات الستة كاملة لفريق النجم. الوقت اللي معطوه عم يتبدل الكرة بشكل جميل مع فيداليس، فيليبي معطوه بيحاول يدخل، الكرة مقطوعة بتبقى نجموية ومحاولة من أبو بكر المل لتسديد كرة خاطفة. تقدم جميل كان من قبل فريق النجم، تبادل سريع للكرة. هيدا الأمر يلي عم بيحكي عنه عنيد بالسريع، وحدة اثنين المعطوق حاول يدخل ارتدت منه راحت لعند ابو بكر المال، ما فكر مرتين حاول يلعبها قوسية باتجاه الزاوية اليمنى لمرمى هادي مرتضى، لكن بعيدة مرة جديدة وضعيفة من ابو بكر المال. كرة الخلف عند خضر حلاق بتروح لعند هادي مرتضى سريعا للامام. يعني الكرات المباشرة الكرات العشوائية ما رح تخدم التضامن صور لكون صريحين، مفروض الكرة تمر اكثر بخط الوسط وإلا رح تكون صعبة الأمور على جاد الزين المحاصر بين قاسم الزين وأحمد ديب. بالتأكيد هذه الكرة أيضا الأمامية البيطار بيلعبها لعند علي بحر على الجهة اليمنى، علي بيعكس عرضية إنما ما في أي حدا غير جاد الزين، يعني ما عم يهاجم بأعداد كبيرة التضامن والصور، الحذر موجود الأمر واضح، الأمر واضح، وبالتالي التضامن
إذا كان عم يبحث عن نقطة بهالمباراة مثل ما قال كابتن هيثم زين ما بيقدر يدافع 90 دقيقة، رح تكون الأمور صعبة كتير عليه. محاولة الخروج مرة جديدة، إدريسان يانغ عم يتدخل أمام محمد فعور، بتروح لعند عبد عاشور، نادر مطر من جديد بيستلم، قاسم الزين، علي بزي. أنا بفتكر بيقدر نادر أكثر يروح للأمام يشارك أكثر بالحالة الهجومية، التضامن ما عم بيكون خطير، ما عم يهاجم بأعداد كبيرة، وبالتالي الأكيد إنه بونياك رح يكون له كلام على هالصعيد مع نادر مطر، إنه بتقدر تزيد عند ما يكونوا لاعبي تضامن صور مرتدين للخلف، ما تلتزم بمركزك. هو اللاعب يلي عنده قدرات هجومية وسجل هدفين لحد هالوقت بدوري ألفا وأفضل الممررين على صعيد الكرات الحاسبة بثلاث تمريرات، الكرة حاليا للأمام. حسين محايدلي المتقدم على الجهة اليمنى بده يحاول يلعب الكرة العرضية، بيعود للخلف لعند داوود ديوب، بلش التضامن يزيد، بلشوا يهاجموا لاعبينه، الكرة بالعرض إلى داخل المنطقة مقطوعة مرة جديدة، بتروح لعند علي بزي. الدقيقة 30 تماما، ربع ساعة متبقية على نهاية الشوط الأول من لقاء النجم والتضامن صور. التعادل السلبي لا يزال حاضر، ترقب كبير تحديدا من قبل جمهور العهد لهالمباراة. شو ممكن يعمل النجمة؟ هل ممكن يفوز ويترك الضغط على العهد؟ قبل مباراة وبكرة الصعبة أمام الإخاء الأهلي عليه صاحب المركز الثالث. هذا السؤال الكبير المطروح حاليا بالوقت يلي محمد جعفر عم يستلم هالكرة. محمد جعفر ايضا عم يرجع للخلف، هيدا امر لافت، تعودنا نشوف محمد جعفر بيشارك بالحاله الدفاعيه بهالشكل الكبير، لكن بيعرف كثير منيح اليوم بغياب عمر زين الدين ووجود نادر وادريسا فقط وامامه الحسن معتوق، بيتطلب من لاعبي الطرفين ان يرجعوا بالحاله الدفاعيه، حاولوا يستلموا الكرات لبناء الهجمه. عبد عاشور هالمرة تمريرته خاط، عبد الفتاح عاشور عم يعمل مشكلة للنجم بالتمريرة، جاد زين قدر يستلمها، الكرة بوسط الملعب، التضامن صور عم ينقل كرة جميلة على الجهة اليسرى، لكن قاسم الزين على مسارها بطريقة ذكية بعيدة لعند عباس حسن، والهجمة النجموية من جديد على الجهة اليمنى مع علي بزي. أبو بكر المل أيضا باكو بحاول يتقدم، عم يتوقف مرة جديدة بطريقة ذكية، عم يدافع 2-1 على خط الملعب، التضامن صور، بعودة حسين بيطار لمساعدة وائل يوسف، هون أيضا قاسم عطية بحاول يتقدم بهالكرة، نادر مطر بترجع لعنده، إدريسان يانغ، إدريسا من جديد، بطيء بطيء ريتم النجمة فارس، ما عم يقدر النجمة يسرع هجمته، وعم يقدر تضامن صور يقرا كل المحاولات النجمويه، والكرات عم تكون سهله جدا للتضامن ليقطعها. شوف النجم كيف عم يرجع للخلف، وشوف التمريرات يلي عم تكون مقروءه من قبل لاعبي التضامن. يعني بعد مرور 32 دقيقه على بدايه المباراه كان حارس مرمى التضامن هادي مرتضى او حارس فريق النجم عباس حسن بعد ما شفناهن ابدا باي كره من بدايه المباراه. احمد ديب بدك تنتبه كثير منيح يا احمد ديب، معك انذارين بوقت سابق والامور ما راح تكون منيحه ابدا اذا بتاخذ انذار بمباراه اليوم. نرجع نشوف الخطا يلي صار والاستفزاز يلي عم بيكون بين لاعب التضامن كاظم عطيه وبين احمد ديب. فرصه لفريق النجمه، حسن معتوق بيدخل منطقه الجزاء وبيلعب الكره بتروح ركله ركنيه. كان حسن معتوق عم بيطالب هون بشيء، يعني عم بيطالب بلمسة يد، بس أكيد لمسة اليد ولو كانت موجودة ما كانت أبدا مقصودة، وكان لعب التضامن قريب كتير عليه لحسن معتوق. بالإعادة كنا عم نشوف ركلة ركنية لفريق النجمة بمحاولة ليكسر الجمود الموجود، ليكسر هالجليد على مرمى فريق التضامن صور. 33 دقيقة ونص على بداية المباراة، ركلة ركنية وحكم المباراة عم بيعطي شوية تعليمات لأبو بكر المال بالنسبة للاحتكاك يلي عم بصير داخل منطقة الجزاء. جميل رمضان بيعطي الأمر والكرة بتتنفس، حسن معتوق بيلعب الكرة وعبد الفتاح عاشور ما قدر ينفذها مثل ما لازم، رمي التماس نجموية. فريق النجمة بالمرحلة المقبلة رح يواجه فريق الصفا،
بينما فريق التضامن سور رح يستقبل فريق البقاع بسور. من بعد النجمي مباراة مع فريق الراسينج، التضامن بيواجه فريق الصفا، وبآخر مرحلتين النجمي عنده المباراة المنتظرة مع فريق العهد قبل ما يختم مبارياته مع الغازية، بينما التضامن سور بيواجه الراسينج وبيختم مبارياته ذهابا بمواجهة فريق العهد. هذه مباريات الفريقين. كرة أمامية داخل منطقة الجزاء وبيطلع عباس حسن من مرمي ليبعد الكرة بالوقت المناسب لركلة ركنية. فريق التضامن عم بيطالب بخطأ، عم بيطالب ببنالتي فريق التضامن سور. بالإعادة بنرجع بنشوف هيدا الخطأ هون كان من قاسم الزين، ما في أبدا خطأ من ناحية ركلة الجزاء، ما بتترجع الكرة أبدا، وبيطلع عباس حسن بالوقت المناسب ليبعد الكرة لخارج الملعب. ركلة ركنية واضحة هون، كان حسين بيطار عم بجرب يعمل شيء بهالكرة يوصل قبل عباس حسن. عباس حسن تايمينج مزبوط، أول ركلة ركنية لفريق التضامن بهالمباراة مقابل اثنين لفريق النجمة. الركلة الركنية رح تتنفس، ست لاعبين من فريق التضامن داخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق التضامن، مش معقول مش معقول، الكرة ما عم بيصدقوا أبدا شو صار. لاعبين فريق التضامن صور علي بحر واللاعبين كلهم، الكرة يلي ضاعت وضاع الهدف الأول على فريق التضامن صور. هيدي الفرصة ما بتتكرر دايما، محمد الفعور بمواجهة عباس حسن، محمد الفعور وباللحظات الأخيرة كان عم يبعدها علي بزي. شوفوا شو عمل علي بزي، إنجاز كبير بهالكرة من علي بزي يلي بيحرم فريق التضامن سور من الهدف الأول بالمباراة. كل يلي عم يتابعوا اللقاء شافوا وكأنه الكرة رايحة على الشباك. ركلة ركنية تتنفذ من البيطار، بيبعدها فيليبي دو سانتوس بعدها مع فريق التضامن سور، مش لوقت كتير. رمي التماس تنتقل نجموية بهالوقت، رمي التماس لفريق النجمي، كانت فريق التضامن سور انه يضرب ضربته الاولى بالمباراة. هيدا اللي كنت عم بقوله قبل، ما بتعرفوا ايمتى فريق التضامن هجماته بتشكل خطورة على مرمى فريق النجمي. هيدا سفير الجنوب ابو بكر المل لنادر مطر، نادر مطر بيلعب الكرة لأبو بكر المل، تنقطع بطريقة ولا أجمل من فريق التضامن سور يلي عم ينتقل بالهجم المرتد حاليا فريق التضامن. موسى زيات بيلعب الكرة لعند علي بحر، ما رح ينجح. عبد الفتاح عاشور والدربكة موجودة، يعني الأداء إذا بدنا نقول السيء يلي عم بيكون عم بيأثر كتير على أداء اللاعبين، فما تستغربوا أبداً إذا شفتوا تمريرات ضايعة، إذا شفتوا لاعبين ما عم بيقدروا يقطعوا الكرات مثل ما لازم. ترجع لعند إدريسة، إدريسة إدريسة على الجهة اليمنى لعند مين؟ لعند حسن معتوق، حسن معتوق لعند إدريسة، بيتقدم إدريسة وبيتعرض للخطأ، بيتعرض للخطأ إدريسة بعد هالفاول لصالح فريق النجمة. إدريسة والخطأ يلي صار من قازم عطية، ركلة حرة لفريق النجمة. هون بنياك وحسين حمدين، شو بدنا نعمل؟ شو الحل؟ شو الطريقة ليقدر الفريق يوصل أكثر على المرمى، يقدر يسدد، يقدر يخلق الفرص الخطورة على مرمى هادي مرتضى؟ هلأ رح نشوف إذا العصا السحرية رح تشتغل قبل نهاية الشوط الأول أو بين الشوطين. محمد زهير بالمكان المحدد لإله، كمان عم يطلب اللاعبينه يسكروا منطقتهم، ما يفسحوا مجال ابدا ابدا للاعبي فريق النجمه ليقدروا يستفيدوا من هالكره. حسن معتوق بيلعب الكره وراسيه مع ركله ركنيه، ركله ركنيه رح تكون لفريق النجمه. هيدا محمد زهير لاعب تضامن سابق والمدير الفني الحالي لفريق التضامن. من سنه لسنه الثقه موجوده من اداره التضامن بمحمد زهير يلي كمان عم بيقدم دائما مع فريق التضامن مواسم عم بتكون جيدة. الكرة الرأسية هون من قاسم الزين، الحكم بيعتبر انه الكرة لمست احد لاعبي فريق التضامن، راح تركلي ركنية تتنفذ وفي خطأ بهالوقت على محمد جعفر
والكرة من دون أي خطورة. 39 دقيقة شربل رايقين بعد ما قلعوا اللاعبين، بعد ما شفنا اختبار حقيقي لأي حارس من حراس المرمى. يعني كنا عم نشوف علي بزي اللي عم يبعد كرة التضامن الأخيرة الخطيرة للركلة الركنية، غير هيك المباراة بعدها 0-0. يعني كل يلي توقعوا أفضلية نجموية بهالمباراة كانوا مخطئين لحد الوقت، لأن الخطورة الأبرز باللقاء كانت عبر التضامن صور بالفرصة اللي تحدثت عنها فارس. النجم بدون أي خطورة لحد الوقت على مرمى هادي مرتضى، بالوقت اللي أحمد ديب عم يقطع هالكرة بطريقة عشوائية بتروح للخلف إلى رمي التماس عند حسين محيدلي، منه لعند وودا ديوب بذكاء كتير كبير عم يتعامل التضامن صور مع المباراة. يحسب لمدربه محمد زير لحد الوقت كيفية توقيف فريق النجمة. أيضا الكرة في رأي وفي تسلل، رأي وتسلل، وبالتالي الكرة تنتقل لمصلحة فريق النجمة. يعني مجموع الأهداف لحد هلأ بدوري ألفا وصل ل 78 هدف. الأسبوع الأكثر تسجيلا كان الأسبوع الأول، 20 هدف سجل خلاله. الأسبوع الرابع حمل أدنى مستوى من الأهداف، 9 أهداف فقط سجلت بالأسبوع الرابع. بالأسبوع الماضي أكيد بالمرحلة السادسة 13 هدف تم تسجيلهم. بالوقت يلي حاليا النجم هو عم يبحث عن هدف مع ابو بكر المال، بحاول يدخل منطقه ابو بكر، بحاول يمر، عم يمر بطريقه ممتازه وائل يوسف ابو بكر، انما وائل يوسف عوده ممتازه لقطع هالكره. وائل يوسف بالوقت المناسب عاد وصح خطاه. ايضا هون موسى زيات من لمسه وحده لعب الاصلاح وشباب الساحل السابق، منه لعند جاد زين، مقطوعه كره جاد زين. يعني الامور عم تكون سهله على مدافعي النجمه طالما جاد زين موجود لوحده بخط المقدمه. محمد جعفر على الجهة اليسرى، جعفر بيعود للخلف بعد عبد عاشور، بدل عند نادر مطر، نادر إدريسان يانك أيضا، التمريرة بوسط الملعب أبو بكر المل من جديد، علي بزي التركيز حاليا على الجهة اليمنى، نيانك عم يحاول يزيد، علي بزي عم يحاول يمر إنما كرته مقطوعة، فرصة للتضامن أيضا للارتداد بالهجوم، لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب على ما يبدو. علي بزي مصاب، وبالتالي سريعا لاعبي التضامن وضعوا الكرة خارج أرض الملعب. كنت عم بتحدث عن الأهداف وعن الأرقام، يعني لحد هالوقت من ال 78 هدف هناك 40 هدف بأقدام لاعبين محليين مقابل 34 هدف بأقدام اللاعبين الأجانب. طبعا في 4 أهداف تم تسجيلها عن طريق الخطأ لحد هالوقت بدوري ألفا. علي السعد من الصفا، نزيه أسعد من طرابلس، قاسم زين من النجمة، وكريم درويش من الأخاء سجلوا خطأ بمرمى فريقهم. كان لاحظوا وجود 66 لاعب أجنبي ببطولة الدوري، قد ايه قريب معدل الأهداف ومجموع أهداف اللاعبين الأجانب من اللاعبين اللبنانيين يلي بيفوقون عدد. طبعا هذا الأمر سبب وجود مهاجمين أجانب بكل الفرق. الوقت يلي حاليا الكرة بيلعبها هادي مرتضى للأمام، مقطوعة مرة جديدة، الارتداد من قبل لاعبي التضامن الصور، ما في أي تسلل هون بالكرة. حسين بيطار بيلعب الكرة العرضية إنما أيضا بعيدة جدا، بعيدة جدا إلى خارج أرض الملعب. هيدا قاضي عطية كان خلف الكرة الأخيرة، رقم 5 المتقدم من خط الوسط اتجاه الطرف الايسر. نادر مطر، نادر منه لعند المعتوق عم يستلم على خط التمرير، لكن ايضا معتوق عم يخسر الكره. موسى زيات ايضا محاوله اماميه من التضامن، معتوقه مره جديده. نادر، قاسم الزين، قاسم الكره للامام اتجاه جعفر إلى خارج أرض الملعب. نحدث ولا حرج عدد رميات التماس بمباراة اليوم، كتار هن الكرات تحولوا لرمي التماس. بصراحة على الصعيد الشخصي توقعت مباراة حماسية بشكل أكبر، مباراة في أهداف بشوطة الأول، لكن لحد الوقت التعادل السلبي هو الحاضر. بالتأكيد الملاحظات كثيرة على الفريقين، والأمر رح نتحدث عنه بين شوطي المباراة مع كابتن هيثم زين.
نجم التضامسور والنجم السابق ومنتخب لبنان طبعا بالوقت يلي الكرة الأمامية أيضا داخل منطقة جزاء فريق النجمة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية. التواصل أكيد مطلوب بين حارس المرمى ومدافعينه، هذا الأمر ما كان حاضر بالكرة الأخيرة اللي تحولت إلى ركلة ركنية للتضامسور. هل ممكن التضامسور عبر حسين بيطار تحديدا يقدر يوصل للمرمى عبر هالركنيه اللي عم ينفذها الرقم 7 البيطار بيلعب الكره الى داخل منطقه الجزاء. الخطوره من جديد من سفير الجنوب، عم شوف صافره وعم شوف اشاره من الحكم جميل رمضان وسط اعتراضات من قبل لاعبي النجمه. على كل حال ركله مرمى ما بعرف على شو عم يعترضوا لاعبي فريق النجم. شفنا بوريس بونياك امامنا على الشاشه هون بالاعاده مره جديده. داوود ديوب حاول ياخذ الكره بايده على ما يبدو كرمال هيك اعتراضات لاعبي النجم كانت حاضره ومع الحكم جميل رمضان فارس عم يعلن عن انتهاء الشوط الاول من لقاء بالتعادل السلبي. بالتاكيد كنا بنامل نشوف شوط اجمل، لكن الشوط الثاني يبدو انه الفريقين لا يزال عنده شيء اجمل. يعني فريق النجمة ما عنده شيء يخسره بالشوط الثاني، بده يحط كل تقله ليجرب ياخذ 3 نقاط لانه النقطة ما بتفيد فريق النجمة ابدا. تضامسور رح يتابع بتصور بهالطريقة، جمهور النجمة يلي ما انه راضي ابدا عن اداء اللاعبين، هن وظاهرين عم بيصوفر الجمهور كله على الاداء الغير مقنع بالشوط الاول. هلا شو رح يكون بونياك بده يحكيهم، شو رح يوجه لهم، ما بعرف تعليمات، لانه الامور منه ماشي حالها ابدا مع الفريق. بس بدنا ننطر الشوط الثاني لنشوف الاداء اذا رح يتغير، اذا رح يكون في اي تبديل على التشكيله الاساسيه او الامور رح تتابع مثل ما كانت بالشوط الاول. خليكم معنا بريك علينا من بعد الاستوديو التحليلي قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراه. عودة معكم مشاهدينا على ملعب مدينة كمين شمعون الرياضي بين شوطي أو بين الشوطين لمباراة النجمة والتضامسور. الشوط الأول التعادل سلبي، شوط يعني يمكن ما كنا متوقعين يكون بهالصورة تحديدا من فريق النجمة اللي دخل المباراة باستراتيجية هجومية، لكن عجز انه يحقق اي او يخلق اي فرصه حقيقيه على مرمى لهادي مرتضى. بالمقابل التضامسور فاجا وكاد بمناسبتين يهز شباكه لعباس حسن. هل رح تبقى الامور على حالها؟ وين مشكله النجمه يلي ظهرت بالشوط الاول؟ هالامر رح نحكيه مع كابتن هيثم زين. كابتن، بدايه مع النجمه يلي بصراحه فاجا من خلال الاداء الضعيف هجوميا للفريق اليوم، وين مشكله النجمه لاحظتها؟ هل تحديدا بعدم الترابط بين اللاعبين الاربعه يلي عم بيكونوا بالحاله الهجوميه؟ يعني مثل ما قلت شرب، الاداء سلبي جدا لنادي النجمه، ولا فرصه، ما قادرين يركضوا، في مشكله حقيقيه، تحركاتهم بطيئه، روح منا موجوده، حسن معطوع عم يلعب خلف المهاجم. اذا لاحظت انت شفنا مرتين حسن معطوع اجى على جهه الشمال اخذ 2 كورنر، يعني 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 ما بعرف معطوع عنده الحريه لكن بس عم يستلم معطوع التضامن صور تنعطيهم حقهم، عم يدافعوا بطريقه ذكيه كابتن. يعني عم نشوف التضامن عم يعملوا 2-1 على طرف الملعب، عم يقدر يوقفوا معطوع، عم يقدر يوقفوا جعفر، عم يقدر يوقفوا ابو بكر المال. اليوم وين دور فيليبي تيطلع يبين على خط التمرير يريح اللاعبين يلي عم بيكونوا عم يعانوا من الضغط تحت؟ شرب الفيليبي لعب 3-4 كرات مع حسن معطوع كثير كثير جيدين، بس ما بيقدروا يخلقوا فرصه بكثافة عددية بنص الملعب. ما عندهم خيار إلا يرجع حسن معطوع يلعب على جهة الشمال إذا بدهم يعملوا خطورة على نادي التضامن. نادي التضامن احترم نادي النجمة ولعب أول ربع ساعة أو 10 دقائق كان عم يلعب يعني جس نبض وعم يلعب بقلق إنه نادي النجمة ممكن يكون بيوم ويكون فريق كبير. بس شفنا نادي التضامن قادر لو يآمن ويحس نادي التضامن وهو ممكن يسجل ويفوز على النجمة بيفوز اليوم. مستوى لعيبه النجم اليوم التضامن اذا يعني بالنص الثاني من الملعب، يعني بالنص الهجومي التضامن صور عند ما عم ينقل الكره سريعه عم يقدر يلاقي حاله داخل منطقه الجزاء 100%. بس في استعجال بعد يعني اذا لاحظت انت في عده كرات لنادي التضامن عم بفوتوا 4-4 ومدايحلي عم بفوت من اليمين. بتعرف لو مدايحلي بعد يقرب ويقدروا يلعبوا الباس على الفراغ باليمين في خطوره كبيره على نادي النجمه.
بس التضامن مش التضامن يعني ما في زياده يعني ما في كثافه عدديه هجوميه يعني جاد الزين عم بيكون لوحيدا بمنطقه الجزاء شو بيقدر يعمل بمواجهه احمد ديب وقاسم الزين لا شربل انت لاحظت حسام بيطار كان عم بيزيد على جهه الشمال فضل كذلك جاد كذلك كاظم عطيه الفعور زاد مدايح لي زاد على جهه اليمين داخل المنطقه كابتن عم بحكي انا 100% ما انت اذا وصلت بعد اذا توصل بعد على الخط وتلعب كره عرضيه فرص بهالوقت في فرصه لحسام بيطار لو شاي هو قريب كان سجل هيدا عم بقول لك اياه انه نادي التضامن عنده فرصه كبيره بشكل النجم اليوم هيدي يمكن المره الاقرب يلي كان فيها موجود النجم داخل منطقه الجزاء اذا بنلاحظ استغلوا المساحه الفارغه على الجهه اليسرى هون نقلت الكره السريعه يعني عم بحكي عن الوانتو ايضا قديه مهمه بالنسبه للنجموي لكن ثبات داوود ديوب وخضر حلاق بالخط الخلفي عم ياثر بشكل كبير هون ايضا هالفرصه النجمويه يعني حسين بيطار لولا خروج عباس حسن مره جديده الاداء النجمي عم يصنع من عباس حسن فعلا نجم بالمباريات هون كمان ايضا فرصه جديده للتضامن صور صح. الواضح انه التضامن صور كان الاخطر شو بينقص النجمي ليوصل اكثر للمرمى هل مثل ما ذكرت انا بالتعليق انه الريتم البطيء عند النجمي ببناء الهجمه ما عم يفاجئ التضامن عم يكون عنده قراءه او النجمي اليوم بحاجه ليرجع نادر مطر ياخذ الدور الهجومي لان الامر الواضح كابتن ما حدا قادر يلعب دور نادر يلي هو استلام الكره من الخلف والانطلاق فيها للامام وتوزيعها بالشكل المناسب بالمساحات الخاليه صحيح لكن يانج اليوم ادى دور مهم كان عم بيساعد بالشكل الهجومي وعم بيدافع كذلك الامر علي بزي نفس الشيء على جهه اليمين كان عم بيساعد هجوميا نادر مطر مش لان القصه بطيئه قصه انه ما في تحرك قدام يعني انا هالشيء اللي قلت لك اياه انه قادر ليش الفرق بين النجم اللي قبل وهلا النجم اللي قبل اللي كان حسن محمد طرف وحسن معطوق طرف مع احترامي الكلي لمحمد جعفر او بكر المال بس انت قادر تغير قادر تجيب محمد جعفر على نص الملعب ورا المهاجم وقادر تستغل حسن معطوق بتوقع هذا الشيء يعمله بونياك يعني بتوقع حسن محمد يكون يعني موجود اكيد او نشوف محمد جعفر محل معطوق يعني تبادل المراكز بين اللاعبين اكيد لانه ما بتقدر تخلق فرصه ما خلقوا فرصه هالاستراتيجيه قتلت نادر مطر يعني ما شفنا اليوم نادر عم يقدر يلعب دوره كصانع العاب وهو صاحب اكبر عدد من التمريرات الحاسمه بدوري الفا او يقدر يهدد المرمى بعيد جدا يعني موجود بمنتصف ملعبه فقط 100% لذلك يعني هيدي النقطه السلبيه الاكبر اليوم عند النجم برايي عندك ممكن كمان عمر زين الدين ينزل بنص الملعب يقرب نادر مطر ورجع حسن معطوع على الطرف الشمال طيب يعني انت عم تشوف انه المشكله بالحاله الهجوميه عند النجم هن طرفي الملعب عندهم مشكله كبيره بس يعني رغم كل الحكي اللي عم نحكيه نحن اذا اللعيبه ما تحرك بشكل كبير وفرجوا انه هن نادي النجمه ونادي النجمه منافس على البطوله هيدا منه فريق منافس يعني على البطوله بهذا الشكل عدم الانسجام واضح كابتن بين اللاعبين الثلاثه تحديدا الموجودين بالخط الامامي يعني ليك ما كنت اتوقع انه يكونوا اسوأ من مباراه البقاع يعني انا كنت متوقع انه هن ماتش البقاع للنسيان هيك كنت متوقع بس اليوم انا اللي شفته بالشوط الاول مشكله كبيره بين النجمه طيب تضامن صور شو قادر يعمل بالشوط الثاني انت ذكرت قبل بدايه المباراه انه التضامن ما بيقدر يدافع 90 دقيقه صحيح دافع 45 دقيقه بشكل صحيح. جيد صحيح. لكن ما اكتفى بالدفاع كان عنده الطموح والشجاعه انه يروح للامام هل قادر تضامن صور يبقى على نفس المستوى بالشوط الثاني هل لياقته رح تخدمه انت متابع منيح للتضامن 100% ليك اذا انت بتحس معدل اعمار نادي التضامن 23 سنه او 22 سنه او 24 سنه يعني معدل صحي جدا كفريق كره قدم تضامن عم بيدافع بشكل جيد اذا امنوا ان هن قادرين اليوم يربحوا مع المهاجم الاجنبي في حال نزوله صدقني التضامن يمكن يعمل مفاجاه اليوم بتشوف انت انه المفاجاه ممكن 100% اذا كان اداء النجمي مثل الشوط الاول هذا الامر يلي ما كان حدا متوقعه قبل بدايه المباراه كل اللي قالوا انه النجمي عنده افضليه ولو على الورق بقيت على الورق فعلا لك رغم الغيابات التضامن رغم غياباتهم قادرين يعملوا شيء اليوم ما في على ما يبدو اي تبديل لفريق النجمه بعد دخوله الى ارض الملعب فاتوا قبل التضامن يعني صور. بتصور النجمه عندهم يعني عندهم يعملوا تغيير مفروض يعملوا تغيير بعد 5 دقائق او بعد ربع ساعه بتصورش التضامن بيعملوا تبديل هلا بعده بوريس بونياك بعده بوريس بونياك ايمن بخياراته مع انه انا بشوف انه لازم على الجهه اليسرى تتنشط اكثر يمكن شوف امير الحصري بوقت لاحق على حساب عبد الفتاح عاشور ليساعد محمد جعفر اكثر بالحاله الهجوميه انت بحاجه تحرر معطوء اكثر عم نشوف هون التبديل فعلا امير الحصري رح يدخل مكان عبد الفتاح عاشور لاعب يلي كان عم يتحضر بين شوطي المباراه للدخول فعلا تبديل اول رح يكون للنجم اذا امير الحصري هيدي نقطه كثير مهمه كابتن لانه اليوم الجهه اليسرى محمد جعفر عم يقدر يعمل شغل صح. دفاع وهجومي وامير رح يقدر يزيد يعني امير الحصري هو بالاساس بحب الناحيه الهجوميه
وبيساعده انه هو كمان هيدي المباراه بدها تكون له دافع كبير له انه هو يرجع امير حسن بالمباراة. على كل حال نقطه عبد الفتاح عاشور وجهها اليسرى ركزنا عليها قبل بدايه المباراه، توقعاتك صحيت؟ نادر مطر امامنا على الشاشه، اللاعبين اصبحوا موجودين على ارض الملعب مشاهدينا. رح ارجع لعند فارس لغرفه التعليق ومن بعدها بلاقيكم، واكيد على امل انه بعد اللقاء يكون لنا لقاء ثاني مع الكابتن هيثم زين للحديث اكثر عن الشوط الثاني من مباراه التضامن صور والنجم. تفضل فارس، الهواء لك. شكرا شربي. الانطلاق الشوط الثاني من المباراة تغير من ناحية فريق النجمة، ظهير أيسر بدلا من ظهير أيسر، يعني ما تغير شيء إذا بدنا نقول بخطة اللعب، بس أمير حسري بنعرف يتقدم أكثر على مركز الجناح وبيرفع الكرات داخل منطقة الجزاء. خلينا نتابع ونشوف من ناحية فريق التضامن يلي ما غير شيء بتشكيلته، بعده عم يعتمد على اللاعبين يلي بلش فيهم محمد زهير المباراة. الأمور رح تكون صعبة على فريق النجمة إذا ما غير الاستراتيجية اللي كان عم يتبعها بالشوط الأول. بعد عنا 45 دقيقة تماماً من هالمباراة تحت الأضواء الكاشفة بمدينة كميشة مون الرياضية ببيروت، رح تستكمل المباراة. علي بزي لأبو بكر، أبو بكر وجمهور النجمة اللي عم بيشجع فريق النجمة ناطر منه شيء بالشوط الثاني. علي بزي بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، ما راح تشكل خطوره. مطالبه من فريق النجمه بركله جزاء بنالتي الهيئه. فريق النجمه عم بيعترضوا كانوا عن جميل رمضان. راح نرجع نشوف الكره والخطا هون، عم بيطالب فريق النجمه بشيء. شوفوا اللاعبين كمان مره، هون الكرة بدهم اندايركت، كرة اندايركت يعني ركلة حرة غير مباشرة تكون. بيعتبروا لاعبين فريق النجمة انه المدافع رجع الكرة لحارس المرمى وحارس المرمى مسكها، بس كان عم يعتبر اكيد جميل رمضان انه ما كانت مقصودة ابدا الكرة. فريق التضامن رح يتابع نفس خطة الشوط الأول، رح يسكر منطقته قدر الإمكان ويضل يعتمد أكثر وأكثر على الهجمات المرتدة. هيدي الأمور الواضحة، ما بيقدر فريق التضامن يلعب كمان لعب مفتوح قدام فريق النجمة. ركلة حرة غير مباشرة لازم تكون لفريق النجمة، هيدا اللي عم يطالبه فريق النجمة. جميل رمضان القرار عنده، التقدير عنده، هو سيد الملعب حكم المباراة وهو يلي بياخد القرار يلي بيشوفه. محمد زهير عم شوفه قدامنا على الشاشة من فوق، عم بيعطي تعليماته للاعبين، عم بيوجه لاعبين فريق التضامن واحد واحد. ترجع تنتقل الكرة نجموية مع أبو بكر، أبو بكر تمريرة خاطئة بتروح لعند قاسم عطية يلي بيبعدها سريعة لفريق النجمة. معقول كتير تشوف حسن معتوق، عم ينفرد حسن معتوق، والكرة الكرة عم بتضيع على فريق النجمة. يعني فريق النجمة بلش شوط تاني غير فريق النجمة بالشوط الأول. بالإعادة رح نرجع نشوف مع جمهور النجمة يلي بلش يحمس يلي ما عم يسكت أبدا. حسن معتوق بيتقدم، حسن معتوق جرب هون يطلع عن هادي مرتضى، بس الكرة كانت طويلة وراح تضيع الفرصة الأولى بالشوط التاني الحقيقي لفريق النجمة. حسن معتوق بعدت الكرة، طالت الكرة، ما رح يقدر يوصلها أبدا. فريق التضامن حاليا مع بناء الهجمة، وائل يوسف بيرفع الكرة، وائل على مشارف حدود منطقة الجزاء. إدريسان يونغ بس بده يجرب يعمل شيء هون بهالكرة. فريق النجمة مع أبو بكر المال بمر لفيليبي، فيليبي لإدريسا، نجمة، هيدا النجمة، هيدا هو فريق النجمة. إدريسا بمرر الكرة داخل منطقة الجزاء، ضعيفة كتير كانت من إدريسا والكرة النجموية رح تضيع. هيدا الشيء اللي بخلي جمهور النجمة يوعى، بخلي جمهور النجمة يشجع فريقه. هيدا اللي عم نقوله، قرشوا شو عم بيصير بمدينة كميشة مون الرياضية ببيروت. رمي التماس لفريق التضامن صور. جمهور النجمة بده ثلاث نقاط، بده الصدارة من جديد، بيعرف انه العهد عنده مباراة رح تكون صعبة بكرة مع فريق رخال اهلي علي، منا سهلة ابدا.
وائل يوسف كان عم بمرر هالكرة عالسريع، قاسم زين ما بده يضيع ولا ثانية، كمان مرة بالإعادة من غير زاوية، تقدم حسن معتوق جرب يطلع عن هادي مرتضى والكرة كانت بعيدة عنه. فريق النجمة تغير بأول خمس دقايق من بداية الشوط الثاني، هيدا المطلوب من جمهور النجمة، فريق التضامن عم بيستوعب هالفورة النجموية ببداية المباراة بشوط الثاني. نادر مطر، نادر مطر عم بيلعب لحسن معتوق، الكرات الساقطة خلف الدفاع، حسن معتوق، حسن معتوق، المعتوق، 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 بيدخل منطقة الجزاء وبتضيع الكرة من المعتوق، بتروح ركلة مرمى للصالح فريق التضامن سور. خمس دقايق كانوا صعبين على فريق التضامن مع هالفورة النجموية، بس الأمور قدر يستوعبها مثل ما لازم. جمهور النجمة مجانين، النجمة يلي بيواكبوا فريقهم وين ما كان، بيلحقوا فريقهم وين ما كان، بيتركوا أشغالهم، بيتركوا أعمالهم. لو بدك تلعب النجمة الساعة 6 الصبح بتلاقي جمهورها موجود بالملاعب. أمير الحصري بديل عبد الفتاح عاشور بمرر هالكرة لمحمد جعفر، أكيد بين خيارات بنياك على مقاعد الاحتياط، عنده أكثر من لاعب بيقدر يعتمد عليهم، عمر زين الدين، علي الحش، علي علاء الدين، حسن محمد، وبالدفاع أندرو سوايا. حسن معتوق كرة وانطومة، حسن معتوق عم يتحرك المعتوق بالشوط الثاني بشكل كتير كبير، ورمي التماس رح تكون لفريق التضامن، والفورة شربل النجموية استوعبت ببداية شوط تاني من فريق التضامن لهلا. وعلى ما يبدو نقطة تبادل المراكز بين محمد جعفر وحسن معتوق، وهي أمر مهم جدا، راح تكون حاضرة بالشوط التاني مع المعتوق. حاليا عم يستلم الكرة على مشارف منطقة جزاء، مقطوعة أيضا من قاسم عطية، بتروح للخلف خضر حلاق بيقطع مباشرة، حسين بيطار هو يلي عم يستلم البيطار، كرة لعند وائل يوسف، مقطوعة أيضا رمي التماس من علي بزي. تركيز تضامن سور عم يكون أكبر على الجهة اليسرى بوجود وائل يوسف وحسين بيطار، القادرين أن يوصلوا جاد الزين إلى منطقة الجزاء. كان ستيفن سارفو وين؟ هل رح نشوف المهاجم الغاني بالشوط الثاني من اللقاء؟ هل عنده القدرة والجهوزية البدنية أنه يشارك أقله العشرين دقيقة؟ مهاجم خطر جدا، سبق وتأكدنا من هالأمر بالمباريات السابقة للتضامن يلي شارك فيها بالوقت يلي الفعور بحط الكرة لعند البيطار من جديد بالخلف لعند محمد الفعور، خضر حلاق أيضا، محمد الفعور، حسين بيطار، بيطار عم يتقدم، عم يتقدم وسط تكتل الدفاع النجماوي، بيحاول يسدد، كرة عم ترتد إلى عباس حسن، سهلة جدا عند حارس مرمى النجمة، رئيس نادي النجمة أسعد سقال، وإلى يمينه مين؟ أسطورة النجمة موسى حجاج، المايسترو إلى جانب الرئيس، صورة ومشهد له تفسيرات كتير صدقوني مشاهدينا بالنسبة لجمهور النجمة، والكلام الكتير يلي كان بالأسبوع الماضي يلي تكرر بصراحة من بداية الموسم وحتى قبل وصول بوريس بونياك، من موسى راجع على نادي النجمة. على كل حال بونياك لا يزال مدرب لفريق النجم من دون أي خسارة، موسى غير مرتبط بأي فريق، والمراحل المقبلة طبعا رح تكشف عن كثير من الأمور المخبية إن كان بنادي النجمة أو بغيرها من الفرق. طبعا منتج الفوتبول بأم تي في الزميل سيمون درغام، وإلى جانبه أحمد الربعة عم تابعوا المباراة من أرض الملعب. أمير الحصري نلعب نادر مطر، كرة مقطوعة من محيدلي، أيضا التدخل من نادر، موسى زياد، إدريسن يانغ عم يقطعها، كرة جميلة مقطوعة من محمد جعفر، حاول يوصلها للمعتوق بوسط الملعب مرة جديدة، الكرة على الجهة اليمنى ممكن تكون خطيرة مع التقدم، علي بحر، علي بحر عم يدخل منطقة الجزاء، إنما عودة كانت جيدة جدا من أمير الحصري. الترا سوبر نوفا ما بيتوقفوا عن التشجيع، مواكبة دائمة للمباريات وتشجيع طوال الدقائق 90. كورنر حاليا
للتضامن صور، هيدي بالإعادة محاولة دخول علي بحر. أمير الحصري كان أسرع منه وقطع الكرة إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية إذن إلى يساره. لعب بس حسن، حسين بيطار على التنفيذ، بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء، الرأسية موجودة، لا مش موجودة، بتسقط الكرة عند أبو بكر المل. شفنا بعد أبو بكر المل بالشوط الثاني بالوقت اللي علي بزي عم يحاول يمر. يا علي ممنوع الخطورة، ممنوع المخاطرة، ممنوع المخاطرة بهيك مكان. بس لاحظوا لاعبي التضامن صور كيف لاعبي دغري بضبوا على لاعب النجم، بينجحوا بإيقافه بمنعه من بناء الهجمة المرتدة، وهذا الأمر عم يعملوه بطريقة عكسية عند ما عم يهاجموا لاعبي النجم على طرفي الملعب. بتشوفوا 2-1 دايما بتكون حاضرة. محمد زهر بطريقة ذكية شاغل على المباراة مع لاعبينه، كل واحد عارف واجباته، عارف شو عم يعمل. لاحظوا هون قد ما عم يستلم المعتوق شو عم بيصير، إدريسان يانغ عم يجبروا حتى لاعبي التضامن الصور لاعبين نجمة انه يلعبوا على طرف الملعب، لان هونيك بيقدروا يضيقوا المساحة وبيقدروا يقطعوا الكرة. الامر يلي عم يعملوا وائل يوسف حاليا امام ابو بكر المال لرمي التماس لمصلحة التضامن الصور راح تكون، والتبديل جديد اكيد مش الرقم 65، 69، ما في رقم 65 بفريق النجمة. نحكي عن محمد جعفر تحديدا، علي علاء الدين، علي سلمان علاء الدين اذا رح يدخل مكانه لمحمد جعفر بمحاوله لتنشيط الهجوم من قبل بوريس بونياك. والسؤال الكبير، هل رح يتغير شيء مع دخول علي علاء الدين؟ هذا الامر الاجابه عنه عند الرقم 25 وزملائه على ارض الملعب. فارس، مباراة يلي رح تتابع بالدقيقة 56، عباس حسن حارس مرمى فريق النجمة بعد آخر دور المتفرج إذا بدنا نقول نوعا ما بهالمباراة، كمان هادي مرتضى يعني نفس الحال مثل عباس حسن، بعدها المباراة ما عم تقدر توصل للمستوى يلي ناطرينه جمهور الفريقين. النجمة عم بجرب بعد بمحاولاته، صار عامل تبديلين بونياك، بعد عنده تبديل وحيد، معقول نشوف حسن محمد، معقول نشوف عمر زين الدين، علي الحج، يعني الأمور رح تكون محصورة بين اللاعبين الثلاثة. حسن معتوق، حسن معتوق لمين؟ لمين هالكرة بين إيدين هادي مرتضى؟ بونياك ما عم بيلاقي الحل، ما عم بيلاقي التفسير لهالأمور، كيف بدها تنحل الخبرية كلها. وفريق النجمة يروح مع بريك إذا بدنا نقول أسبوع بسبب سفر المنتخب اللبناني لأستراليا، معه 3 نقاط فريق النجمة. هيدا الشيء يلي بونياك ما عم بيلاقيه، اعتراض من فريق التضامن عم بيطالبوا بخطأ، فيليبي دو سانتوس ما عم يوصل له كرات لنقدر نقول اللاعب اليوم عم بيسدد عم بيعمل شيء، حالته مثل حالة كل اللاعبين. حسين بيطار بمرر الكرة أمامية بيخسرها بهالوقت جاد الزين، تنتقل سريعة مع فريق النجمة نادر مطر لحسن معتوق، حسن معتوق بيتقدم على الجهة اليسرى، حسن معتوق بمرر لعلي علاء الدين وداوودا ديوب لخارج الملعب. رمي التميس رح تكون بالإعادة، المطالبة بخطأ هون لصالح جاد الزين، حكم بيقول ما في خطأ على علي بزي. رمي التماس نجموية رح تكون بهالوقت حاليا فريق التضامن، موسى زيات المنتقل من فريق الإصلاح برج الشمالي لفريق التضامن صور. أحمد ديب عم يحمل الكرة، أحمد ديب لاعب سوري على السريع، رمي التماس ما في إضاعة وقت. الأنصار والعهد بشكل خاص ناطرين أي تعثر لفريق النجمة بمباراة اليوم، تعادل أو خسارة للعهد يبتعد والأنصار يقرب. نادر مطر بمنتصف ملعب، نادر بيلعب الكرة على الجهة اليسرى لعند أمير الحصري، أمير منه للمعتوق، المعتوق منه لنادر مطر، نادر بده ياخذ الامور فرديه على عاتقه، بده يجرب يسدد ما عم بيقدر يسدد. نادر ادفانتج الكره، إدريسان يانغ لفيليبي، فيليبي دو سانتوس بيدخل منطقه الجزاء بيسدد فيليبي وركله ركنيه. يعني محاولات عم بتكون افضل من الشوط الاول من ناحيه فريق النجمه، عم بيعمل شيء فريق النجمه بالشوط الثاني،
محاولات عم بتكون على مرمى، هذه مرتدة وفرصة كمان لفريق النجمة رح تضيع بالإعادة. بنشوف فيليب دوس سانتوس هون والتسديده يلي قدر يبعدها دفاع فريق التضامن السور. كرة هون لخارج الملعب، الركلة الركنية ما عطيت نتيجة، وربع ساعة لبداية الشوط الثاني من دون ما يتغير شيء، بعده التضامن عم بينجح بتنفيذ الخطة يلي وضعها محمد زهير من دون إجراء أي تبديل. بعده من اللاعبين هن زيتهم يلي بلشوا المباراة، بعكس مونياك يلي لجأ لتبديلين، ما بتصور رح يتأخر ليكون عنده التبديل الثالث. حسن معتوق على الجهة اليسرى، حسن معتوق عليه ثلاث لاعبين، حسن معتوق بده يدخل منطقة جزاء، بده يلعب الكرة، بس لاعبي فريق التضامن كلهم باستثناء جاد الزين عم بيرتدوا، بياخد الأمور على عاتقه وبيسدد نادر مطر من مكان بعيد. نرجع بنشوف هون المحاولة والمطالبة كمان هون بخطأ لصالح فريق النجمة، الحكم بيقول ما في شيء. خلينا نتابع الركلة الركنية يلي بتمر شربل عن الكل، حتى الركلة الركنية تنفيذها ما عم بيكون بالشكل الصحيح. فالنجم حاليا يلي اصبح عم يلعب بمهاجمين، علي علاء الدين عم يكون موجود الى جانب فيليبي دو سانتوس البرازيلي، هيدا احمد ديب كان تقدم للكره الاخيره لكن ولا اي امل للنجم كان بالكره الاخيره لانه يسجل. ركله مرمى عند هادي مرتضى، تنفيذ ركله المرمى من قبل حارس التضامن صور الى منتصف الملعب تماما. علي بحر يحافظ على كرته، بتروح لعند محمد الفعور بصراع مع امير الحصري مجددا، عند علي بحر بتعود للخلف لعند هادي مرتضى على الجهه اليمنى، الكره مقطوعه من المعتوق بتبقى داخل ارض الملعب. حسن معتوق بيحاول السيطره على الكره، حسن معتوق بيدخل منطقه جزاء، فيليب بالانتظار، جول ابو بكر المل من المحاولات ما مل ليسجل اول اهداف النجمه، هالمره بسهوله تامه عم يقطفها على باب المرمى، وكل الفضل رح تشوفه بالاعاده لمين؟ كل الفضل لحسن معتوق يلي عم يصنع طبعا هداف جديد، هداف النجم بهالموسم رح يكون ابو بكر المل بعد الهدف بهدفه الثالث، هداف الموسم الماضي كان عم يخطف الكره امام حسين بحيدي. شوفوا المعتوق سيطر على كرته، مر عند داوده كان محظوظ بعض الشيء لكن من دون اي حظ، ما كان بحاجه للحظ ابو بكر المل ليهز الشباك ويعلن عن افتتاح التسجيل. شو هالخطا يا حسين محيدلي، وايضا حظك يا معتوق بمواجهه داوده ديوب سمح لك تلعب هالكره العرضيه، كره عرضيه استزع على المسطره لابو بكر المل، افتتاح التسجيل بالنسبه للنجمه. اخيرا النجمه، اخيرا تنفس، اخيرا عاد الى الحياه بهالكره العرضيه للمعتوق، ومن بعد ابو بكر المل عم بسجل اول الاهداف، اول الاهداف والفرحه النجمويه وصافرات الاستهجان عم تتحول لفرحه، عم تتحول لاحتفاليه بالدقيقه 62 تحديدا كان الهدف، وصلنا للدقيقه 63 والنجم دائما بهالتقدم بيقدر بالتاكيد يبني عليه للخروج بالنقاط الثلاثه للانفراد بالصداره. هون الصراع بين احمد ديب وجاد زين داخل منطقه جزاء، ايضا التضامن الصور مع البيطار، الخطر موجود لكن ادريسان يانغ شغل كبير فعلا عم يعمله اللاعب السنغالي يلي مش حاسس بوجود ادريسان يانغ، ما بيكون عم يحضر فوتبول بالوقت يلي علاء الدين مجهود ممتاز على الجهه اليمنى عم يدخل منطقه جزاء، اكثر من مره محاولات لايقاف علاء الدين لكن قرار ممتاز كان من جميل رمضان يلي كان عم يعطي الادفانتج لمهاجم النجمه، كره الى ركله ركنيه نجمويه ولعت المباراه، ولع حسن معتوق بتمريرته وابو بكر المل بهدفه النجمه انشط. شوفوا هون محاوله قدم عطيه مره اولى، مره ثانيه المسك لعلي علاء الدين لكن علاء الدين راح منه شايف حدا، بده يدخل منطقه الجزاء، والتدخل كان من خضر حلاق يلي انقذ الموقف بالنسبه لا تضامن صور. ركلة ركنية نجموية، النجمة أنشط بالوقت الحالي، النجمة أخذ جرعة معنوية من دون شك بالهدف الافتتاحي اللي سجله نادر مطر، بيلعب ركلة ركنية لداخل منطقة الجزاء مقطوعة من جديد، علي بزي بحاول يشترك بالكرة عم يشترك فيها وخطأ، خطأ قاسي جدا على علي بزي من موسى زياد،
شو جميل رمضان شو راح يتصرف. في انذار على ما يبدو بتدخل موسى زياد. شو بالإعادة إذا فعلا الاحتكاك كان قوي. طبعا من مكان التعليق العالي جدا بمدينة كمال شمون الرياضية فارس تقدر تشوف احتكاك من هالنوع إذا فعلا حاضر، إذا فعلا بالقوة اللي شدنا فيها سقوط علي بزة على أرض الملعب. فرصة أيضا نرجع نشوف الهدف الوحيد يلي سجل وغير مود جمهور النجم. إذا فينا نقول جمهور النجم غير بعد الواحد صفر عنه جمهور النجمة عندما كانت النتيجة التعادل السلبي. أمر طبيعي هيدا، يعني أنه يتغير الجمهور كله، خطأ واضح، خطأ قاسي، بدأ بطاقة. يعني هيك أمور ما لازم أبدا نسكت عنها، يعني لأنه الخطأ كان بيقدر يكون أقسى بكتير. الحمد لله على السلامة لعلي بزي. علي بزي يلي بيرجع وبيقوم، علي بزي رح يتابع المباراة ومجانين النجمة يلي عم يحتفلوا مع التبديل الأول بصفوف فريق النجمة. ستيفن سارفو يلي عم ينزل لأرض الملعب بدلاً من قاسم عطية، هذا التبديل الأول لفريق النجمة لفريق التضامن والعفو. هذا يعني سارفو لاعب حطه محمد زهير على مقعد الاحتياط، دايما بيكون المدير الفني عنده أسبابه، ما حدا بيعرف شو بيكون. أوقات لاعب بيكون مصاب، أوقات بيكون صاغي خلال أسبوع، يعني الأمور بتتغير. صارفوا لاعب أساسي بتشكيل فريق التضامن السور، عم بينزل بمحاولة ليجرب فريق التضامن يرجع لجو المباراة ويعدل النتيجة، بينما فريق النجمة عم يبحث عن هدفه الثاني ليضمن نوعا ما نتيجة المباراة ليرتاح أكثر، لأنه الواحد صفر نتيجة ما بتطمن أبدا أبدا. فريق التضامن حاليا عم يجرب يبني الهجمة الجديدة. لاعبين فريق النجمة عم يرتدوا للخلف باستثناء مين؟ فيليبي دوس سانتوس. هل رح نشوف عمر زين الدين؟ هل رح نشوف حسن محمد بتشكيلة فريق النجمة كتبديل ثالث من بوريس بونياك؟ شوفوا حسن معتوق وين صار، وأخذها بطريقة ولا أجمل، وأخذ معه الخطأ، واضح الخطأ كان. حسن معتوق عم يرتد لمساعدة زملائه بخط الدفاع. تبديل وحيد للتضامن، تبديلين لفريق النجمة بعد بونياك عنده تبديل. شوفوا بأي طريقة أخذ الكرة من حسين محيدي. حسن معتوق لاعبي فريق النجمة يلي عم بيأدوا عملية التحمية مثله مثل لاعبي فريق التضامن سور، بانتظار إشارة من المدير الفني لأي لاعب لينزل بالمباراة. ما رح يلحقها، ما رح يلحقها أبدا باكو لهالكرة. مبين الكرة كانت طويلة شوي، سريعة شوي، والتعب بلش يبين على لاعبي فريق النجمة يلي عم يلعبوا أكيد اليوم مباراة غير بدنياً، يعني الأعصاب بتلعب دور كمان كتير مهم. أحمد ديب اللاعب السوري يتقدم يمرر الكرة لعلي علاء الدين. علي علاء الدين كان غايب عن المباراة السابقة بسبب نيله 3 بطاقات صفر، كان موقوف المباراة السابقة قدام لبقى. 3 بطاقات صفر علي عم نشوفه قدامنا ب 5 مباريات، وهو بالنهاية بيلعب بمركز المهاجم أو بمركز الجناح الأيمن، و3 بطاقات ب5 مباريات هو الوحيد يلي توقف لهلأ من لعبي فريق النجمة. فريق التضامن على الجهة اليمنى، محاولة لفريق التضامن مع سارفو يلي صار موجود بخط الهجوم داخل منطقة الجزاء النجموية. بوريس بونياك وايضا حسين حمدان تعليمات للاعبي فريقهم مثل محمد زهير كمان، يلي كل مدير فني بيقرا المباراه على طريقته وبيشوف غير ما بيشوفوا اللاعبين بارض الملعب. ابو بكر المل بيخسر الكره، بتنتقل لفريق التضامن. حسين بيطار تعرض لخطأ واضح من إدريسة، هون ركلة حرة لفريق التضامن سور. تحية أكيد لكل اللي عم يتابعونا كمان خارج لبنان. بدي أذكر إنه مباراة البقاع والأنصار بكرة رح تابعوها مباشرة عبر شاشة وان، رح تابعوا المباراة عبر شاشة وان، بينما عبر شاشة الام تي في الساعة 4 رح تابعوا مباراة العهد والإخاء الأهلي علي. بوريس بونياك يلي تنفس نوعا ما مثل ما بيقولوا، أخذ نفس
بعد هالهدف بس منه كافي ابدا. عباس حسن 10 على 10 من مباراة الى مباراة رح يغادر نهار الاحد ليكون موجود مع بعثة المنتخب الوطني باستراليا. عباس حسن ابو بكر المال بيخسر الكرة بتنتقل لصارفو. صارفو يلي نزل عم جرب يدخل منطقة الجزاء. هذا الشيء اللي بصير بس ادريس هانيان كمان ممتاز اللاعب السنغالي دفاعيا هيدا المطلوب منه. دوره دفاعي منه دوره هجومي ابدا. ما منشوف ابدا لاعب بيسدد او بيبني هجمة على مرمى الخصم. منشوفه دايما محاولاته الدفاعية والدفاع عن مرمى عباس حسن. ركلي ركنية رح تكون بهالوقت لفريق التضامن صور. كرة بتنلعب داخل منطقة الجزاء كمان بيبعدها فريق النجمة. الضغط بعده موجود والخطورة موجودة. بيطار وفي تسلل. حكم بيقول في تسلل على فريق التضامن صور. حسين بيطار كان طالع من التسلل واستلم الكرة والحكم هشام أنسو. هذا اللي عم نشوفه هون مزبوط قرار الحكم 100%. هشام أنسو حكم المساعد الثاني بهالمباراة. المساعد الأول علي المهديد رمي تماس نجموية. عم نوصل كل الدقيقة 71 يعني الأمور بلش تقرب من الخطورة أكثر وأكثر. شربيل يعني هدف تاني نجماوي بيقضي نوعا ما على المباراة. هدف لفريق التضامن رح يخلي فريق النجمة وقته يكون قليل كتير بمحاولة ليرجع ويأخذ النقاط الثلاثة. لهالسبب بده ينتبهوا الفريقين كتير 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 منيح. ما في شيء مستبعد أكيد بهالمباراة استنادا للأداء يلي قدمه التضامن الصور. سحجاج أمامنا على الشاشة إلى جانب رئيس نادي النجمة أسعد سقال. وهيدا بوريس بونياك انتظار الكل معرفة مصير بونياك. يعني أعرف الصورة يلي نقلنا إياها مخرجنا جورج خليل تحكي عن حالة بصراحة. يعني بين بونياك وبين موسى حجاج وبين الكلام الكتير عن المدربين واسم المدرب يلي رح يكمل المسيرة مع النجمة بالموسم الحالي. سحجاج طبعا غني عن التعريف هدف تاريخي للديربي برصيد 11 هدف بين النجمة والأنصار. دائما الذكريات بتعيدنا إلى ديربي النجمة والأنصار عندما نقول موسى حجاج. نبقى بمباراة النجمة والتضامن صور بملعب مدينة كمين شمعون الرياضية. هل رح يبتسم من جديد إذا فينا نقول الحظ للنجمة ويقدر يخرج من هالمباراة بالنقاط الكاملة. الوقت يلي لاعبي التضامن صور فعلا قدموا مجهود كبير لحتى الوقت. الشجاعة الطموح الجرأة اللعب برجولية كانت من العناوين الأساسية بأداء التضامن بالشوط الأول من اللقاء. هذا حسين بحيدي لا شك أنه الإرباك أكبر أصبح على الرقم 2 بعد ما قدر معتوق يتخطيه ومن خلاله يصنع الهدف الوحيد بمباراة اليوم. بالوقت يلي معتوق بمواجهة داوود ديوب مرة جديدة بينقل الكرة لفيليبي الواندو رح تكون حاضرة بالفعل. فيليبي ممتاز رؤية رائعة عند اللاعب البرازيل. معتوق بده يحاول يدخل منطقة الجزاء. معتوق عم يوسع لنفسه. معتوق بيحاول يسدد الكرة عم ترتد من دفاع التضامن. تكتل دفاع التضامن. بالوقت يلي نادر عم ياخذ المبادرة داخل المنطقة أيضا. نادر بطر بيحاول يتقدم العرضية. وينك يا باكو بتروح لعند علي بزي. علي بمواجهة لاعبين صعبة. علي بزي أبو بكر المال كان بانتظارك تقدر تمرر له. هون الارباك اللي حصل عند حسين بحيدي يعني ضغوط كبيره على لاعبي التضامن صور حاليا تحديدا على اللاعبين المدافعين. ما قدروا يوقفوا النجمه. ما قدروا يمنعوا النجمه من افتتاح التسجيل بمباراه اليوم رغم الشغل الكبير يلي عمله محمد سهير ولاعبينه على ارض الملعب طوال 62 دقيقه. علي عواضه لاعب شاب لاعب ناشئ بصفوف التضامن صور رح يدخل مكان علي بحر. علي عواضه اذا رقم 14 رح يسجل دخوله بهالمباراة. بالوقت الركلة الركنية بتتنفذ ايضا محاولة المعتوق للمرور داخل منطقة جزاء. المعتوق بيتلاعب بثلاث مدافعين بالتضامن صور. شوفوا 1-2-3 على حسب معتوق. وهون ايقاف المعتوق من قبل موسى زياد. كورنر جديد لمصلحة النجمة يلي عم يضغط. النجمة تغير. النجمة بوجه جديد بعد الهدف
يلي سجله ابو بكر المال. هيدا المعتوق، ثلاث لاعبين يا معتوق، ثلاث لاعبين، كيف بدك تمر وين بدك تروح؟ ووصل موسى زيات ووقف الهجمه. المعتوق مرة جديدة عنده إصرار كبير، عنده إصرار كبير على الاحتفاظ بالكرة والمرور. حسن معتوق، حسن معتوق بمراوغاته بكراته العرضية. فيليبي يا فيليبي، شو بدك أحسن من هيك هدية؟ شو بدك أحسن من هيك عرضية؟ المعتوق بيتلاعب، المعتوق بيمرر، حط فيليبي دوس سانتوس أمام تسجيل هدف جديد. شوفوا المعتوق هرب، راح للمسيحة الفارغة، عكس عرضية جميلة، عرضية جميلة لفيليبي على مسافة قريبة. اللاعب البرازيلي ضيع فرصة ثمينة جدا لمصلحة فريق النجم بالوقت اللي تضم صورة، عم يحاول يرد حاليا عبر حسين بيطار، مرور جميل عن نيانغ، انما البيطار بده يمرر بشكل افضل في حال اراد انه فريقه يوصل الى داخل منطقة جزاء. هيدي الكرة باتجاهه لعلي عواضة، مقطوع بسهولة تامة من دفاع فريق النجمة. التضامن عادي نظم صفوفه بوسط الملعب مع داوودة ديوب المتقدم وموسى زياد. داوودة عم يطلب من طبعا من محايدلي التقدم، او من علي عواضة يلي ما بيقدر يوصل له الكرة الى خارج ارض الملعب. ركلة مرمى عند عباس حسن بدون شك بتريح كثير فريق النجمة اللي كان موجود تحت الضغط بالكرة الأخيرة. علي عواضة شقيق اللاعب السابق للتضامن صور سعيد عواضة ولاعب الإخاء الأهلي علي الحالي، الشبه موجود بطبيعة الحال. الكرة عم تتنفذ من عباس حسن لقاسم الزين، بتعود لعند عباس، هذا انا تمرير الامام لعلي بزه من لمسه وحده قوي شوي من علي بزه، رمي التماس. مصلحه التضامن صور فارس، ومحاولات التضامن صور مستمره مع شط الزين، بيلعب هالكره باتجاه سار فوق من انصاف الفرص. ممكن نشوف اللاعب الغاني عم يهز الشباك، هو يلي اهدى التضامن صور فوزه الاول والوحيد هالموسم كان على شباب الغزية بالمرحلة الافتتاحية بنتيجة 1-0، وعاد وسجل بالمرحلة الرابعة بمواجهة الإخاء الأهلي علي بالمباراة اللي انتهت بالتعادل 1-1. مباراة عم تتابع، عم نقرب أكثر وأكثر من الدقيقة 90، بعد في حوالي 13 دقيقة من الوقت الأصلي لزمن المباراة. لهلا التضامن متأخر بهدف، حسن معتوق مرر أسست حلوة كثير، أبو بكر المال نكز الكرة داخل الشباك وقدر يسجل هدف التقدم. محاولات فريق التضامن بعد ما عم توصل إذا بدنا نقول للخطورة المطلوبة لتهديد مرمى عباس حسن، فريق النجمة عم بتكون فرصه أخطر بالرغم من تقدمه وبالرغم من احتفاظه أكثر بالكرة. حاليا رمي تماس نجموية، الأضواء الكاشفة بمدينة كميش أمون الرياضية ببيروت عم بتضوي الملعب وعم بتضوي المنطقة كلها كتول. أمامية لعند علي علاء الدين اللي بيتركها لعند حسن معتوق، حسن معتوق بالشوط الثاني، هيدا هو حسن معتوق، حسن معتوق بمر الكرة لعلي علاء الدين، علي علاء الدين داخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق النجمة وبيبعدها هادي مرتضى. هادي مرتضى بيعمل إنجاز على هالكرة، بيبعد الخطورة الموجودة، بيخلي فريقه بجو المباراة، ممنوع النجم يسجل الهدف الثاني. هيك هادي مرتضى عم بيقول، بس المطلوب منكم انه انتو تسجلوا هدف بمرمى فريق النجمة اذا الفريق بده يرجع على صور بنقطة. بينما فريق النجمة عم بيقدر يستوعب لهلأ الهجمات فريق التضامن. علي مع هالكرة، عاصم الزين من دون اي مشكله ما راح يتقرى ابدا حسن معتوق، لانه بيعرف حاله كان متسلل، لانه لو جرب يلمس الكره كان دغري الحكم المساعد علي المقداد راح يرفع رايته ليعلن عن حال التسلل. فريق التضامن يلي عم بركز اكثر على الجهه اليمنى، موسى زياد بيتقدم، موسى زياد بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء حاليا مع وائل يوسف. وائل بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وعباس حسن بيصرخ وبيطلب من قاسم الزين انه يتركها. بنرجع بنشوف الكرة يلي كانت من علي علاء الدين، بيتقدم وبيلعب الكرة بالعرض، هادي مرتضى بالمكان المناسب وبالتوقيت اللازم الصحيح لابعاد هالكرة قبل ما فيليبي دوس سانتوس او حسن معتوق يقدروا يستفيدوا منها. بمنتصف ملعب ادريسا كرة على المسطرة بمرر لأبو بكر، أبو بكر لحسن معتوق، حسن معتوق بيتقدم
حسن معتوق دايما عليه لاعب اثنين ثلاثة ممنوع حسن معتوق يتحرك، لأنه مهاراته الفردية بتساعده أنه يتخطى أي لاعب اللي كان. نادر مطر، لمين يا نادر؟ لمين هالكرة؟ بعيد كتير، ما رح توصل لحدا أبدا. فريق التضامن عنده بعد تبديل وحيد، وفريق النجمة عنده تبديل وحيد لهلا، لا بنياد ولا محمد زهير عم بيلجأوا للتبديل الثالث. علي بزي مع بطاقة صفرة، علي بزي وإنذار رح يكون للاعب فريق النجمة بعد هالخطأ. علي بزي هيدا إنذاره الثاني بدوري ألفا بعد البطاقة الأولى يلي كان حصل عليها، عم بيحصل على البطاقة الصفرة الثانية لينضم إلى لائحة اللاعبين أصحاب الإنذارين. شوفوا التاكل يلي نزل علي بزي، الحكم بيعتبر إنه هيدا تاكل خطير. لهالسبب البطاقة الصفرة من جميل رمضان كانت لعلي بزي قبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. محاولة من فريق التضامن. موسازيات بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. ممتاز فيليبي عم يرجع ليساعد فريقه ليجرب يبعد الخطر عن مرمى. عباس حسن موسازيات ما عم يستسلم أبدا، بيلعب الكرة لسارفو داخل منطقة الجزاء لجاد الزين. دفاع النجمة عم بيكون بالمرصاد، الكرات الرأسية وفي خطأ، في خطأ. الخطورة من فريق التضامن رح تختفي بهالوقت من منطقة جزاء فريق النجمة. وبنياك وحسين شربل حمدين بحوار، ويمكن يكون التبديل الثالث هيدا الشيء اللي عم نتوقعه. التبديل الثالث لفريق النجمة من بعد ما حسين حمدين تشاور مع بنياك والهيئة، حسن محمد رح يكون الخيار الثالث لفريق النجمة من ناحية التبديل. يعني بدون شك عم يفكر أو عم يستمر بفكره الهجومي بوريس بونياك، بده أهداف أكثر، بده يحسم المباراة، بده يوجه الضرب القاضي للتضامن صور. بالوقت اللي علي بزي حاليا عم يلعب بهالكرة الأمامية مقطوعة على رمي تماس، يعني دخول علي علاء الدين نشط الحالة الهجومية عند فريق النجمة. هذا الأمر كان واضح جدا بعدد كبير من الكرات. بالوقت اللي أبو بكر المال ممكن نشوفه على مقعد البدلاء مع دخول حسن محمد، هالأمر بيرجع لموريس بونياك. تبقى هالأمور بدائرة التوقعات، والقرار الأخير أكيد بيكون لموريس بونياك ومساعده حسين حمدين. هيدي الكرة هون بين وائل يوسف وعلي علاء الدين وموسى زيات، سقوط علي علاء الدين، واضح أنه موسى زيات لعب الكرة، الأمور واضحة جدا. حسين محيدلي بعد التضامن صور متمسك بخيط الأمل لمعادلة الأرقام والعودة إلى صور بنقطة، نتيجة رح تكون إيجابية بالتأكيد للتضامن. مع خضر حلاق بوسط الملعب، موسى زيات الكرة للأمام، البيطار كنترول ممتاز تروح عند سارفو، لكن كان في رأي من المساعد الثاني هشام أنصو وتسلل، التسلل موجود. حسن محمد الرقم 7 أصبح جاهز، تبادل للكلام مع بونياك قبل الدخول إلى أرض الملعب. أبو بكر المال عم يستلم على الجهة اليمنى، أبو بكر علي علاء الدين عم يروح ليأخذ مكان. بالوقت يلي نيانج عم يتقدم ممتاز، عم يعطيه الحل نيانج، لعيب يا نيانج كيف عطاء الحل أبو بكر المال وسط الضغط يلي كان على الرقم 8 نادر مطر. بينقل الكرة على الجهة اليسرى عند أمير الحصري، أيضا تبقى المحاولة النجموية مع المعتوق، بحاول يمر عن علي عواضة، بيتقدم المعتوق على محيدلي بيلعب العرضية، إنما خضر حلاق على مسارة هالمرة. التكتل الدفاعي الموجود عند تضامن صور مرة جديدة عم يوقف الهجمة النجموية، ومثل ما توقعت خروج أبو بكر المال، يدخل حسن محمد لاعب جناح بلاعب جناح صاحب الهدف الوحيد وهدف فريق النجم هالموسم لحد الوقت. أبو بكر المال 3 أهداف، موفق باكو، خلينا نكون صريحين، موفق باكو بشكل كبير، قدر يسجل 3 أهداف. حسن محمد إذن عم يدخل بالوقت يلي فضل عنطر عم يتحضر من ناحية فريق التضامن صور أيضا للدخول. ورقة هجومية أخيرة راح تكون لمحمد زهير، راح يسحب لاعب وسط أو راح يكون دخول فضل عنطر مكانه لجاد الزين أو مكان حسين بيطار، هذا الأمر يلي راح نعرفه.
بعد لحظات بالوقت الكرة على الجهة اليمنى تنتقل لعند محمد الفعور. التقدم من جديد للأمام مع صارفو، خطير جدا المهاجم الغاني، مهاجم بيريكوم تشيلسي الغاني السابق وسموحة المصري، لاعب يلي توج هداف لبطولة غرب أفريقيا مع منتخب غانا العام الماضي بثلاث أهداف، اثنين منهم سجلهم بالمباراة النهائية بالمباراة يلي فاز فيها منتخب غانا على نيجيريا بنتيجة 4-1. فضل عنتر محل حسين بيطار، خروج بيطار إذن لمصلحة فضل عنتر، لاعب يلي تعرفنا عليه بالموسم الماضي مع فريق الصفا. واحد من اكتشافات المدرب السابق للصفا مدرب البرج الحالي محمد الدقة، فضل عنتر. علي بزي، الكرة للأمام باتجاه لفيليبي من جديد، خضر حلاق ويلي عم يستلم الرقم 4 عم يتقدم، مقطوعة من جديد ممتازة جدا ممتازة جدا على الحالة النجموية الهجومية والمرتدة مع المعتو، المعتو داخل المنطقة، المعتو المعتو عم بمر، المعتو عم يستعرض، المعتو عم بيسدد، لكن خضر حلاق ما معقول ما له فرصة نجموية، المعتو عمل كل شيء لكن خضر حلاق لعب دور حارس المرمى وأوقف الهجمة النجموية بالوقت يلي علاء الدين بحاول يخلي الكرة داخل أرض الملعب، مقطوعة ما بعرف ما بعرف ما بعرف كيف ضاعت الفرصة على النجمة، ما تسألوني، اسألوا حسن معتوق، اسألوا خضر حلاق، هني يلي كانوا أبطال المشهد الأخير. المعتوق بفاصل استعراضي بفاصل مهاري مر عن الجميع لغي الجميع لكن ما قدر يغير النتيجة لأن خضر حلاق أنقذ مرمى التضامس طول، رح تشوفه بالإعادة رح تشوفه بالإعادة بعد حالة التسلل. هون المعتوق انطلق راح هرب نيم داوود ديوب الروح نزل على الارض مر عن هذه مرتضى حسن محمد كان بالانتظار لكن معتو اخذ القرار قرار التسديد لكن خضر حلاق موجود بالاعاده مره جديده هوب معتو ديوب نيم هذه مرتضى ايضا المعتو على مسافه قريبه سدد اعتقد المرمى الخالي لكن خضر حلاق لعب دور البطوله يا فارس وانقذ التضامن صور مره جديده يعني لو الهدف دخل مرمى فريق التضامن صور كنا فينا نقول المباراة انتهت رسميا بس الأمور بعد داخل أرض الملعب بعد باقي ثلاث دقائق من عمر الوقت الأصلي للمباراة حسن معتوق بيتقدم المعتوق المعتوق معه فيليبي معه حسن محمد هالمرة مرر ما لازم يمرر كان بهالطريقة حسن معتوق فضل يمرر الكرة علي علاء الدين حسن محمد فيليبي دو سانتوس كانوا موجودين وضاعت فرصة جديدة على فريق النجمة صرفوا بمرر لموسى زيات موسى زيات على حدود منطقة الجزاء عم يلعب الكرة أمير الحصري بيبعدها الخطورة موجودة الخطورة الموجودة وعباس حسن عباس حسن كاد فريق النجمة يدفع الثمن الفرص الضائعة كاد فريق النجمة كاد يدفع الأخطاء يلي عم بتصير نرجع منقول إنه لو الكرة دخلت لفريق النجمة كانت انتهت المباراة هيدا اللي قلته 2-0 المباراة خير 1-0 بينما بال1-0 المباراة بعد رهن أي تسديدة أو أي خطأ معقول يوقع فيه دفاع أو حارس مرمى بهالوقت قاسم الزين بيرجع بيقوم لمتابعة المباراة لأنه قاسم الزين إذا بده يتم علاجه رح يظهر خارج الملعب ورح يكمل فريق النجمة بعشر لاعبين بونياك على أعصابه منا سهل أبداً المباراة شابو بالا فريق التضامن لولا الخطأ من محيدلي حسين محيدلي فريق النجمة ما كان تقدم بهالمباراة بهدف أبو بكر المل تعرفوا الفوتبول هو أخطاء والأخطاء دايماً بدها تكون موجودة رامي تميس بتنتقل لفريق التضامن رامي تميس بهالوقت راح تكون مع وائل يوسف لصرفه صرفه عنده المهارات بس أكيد ما كان بيقدر يشارك من بداية المباراة بسبب الإصابة حسن معتوق عم يتحرك كتير بالشوط الثاني حسن معتوق تحرك تحرر من دفاع فريق التضامن أكثر صار عم يقدر يخترق على الجهة اليسرى وخاصة مع الهجمات المرتدة اللي عم تكون خطرة كتير وتمريرات نيانغ وفرصة لفريق التضامن صور فريق التضامن كاد يعملها
اكيد يعملها فريق التضامن، والفرصه عم بتضيع ومرمى النجمي عم بيخلص من هدف التعادل. فضل عنتر كيد، كيد يهز الشباك النجمويه، وبرافو لعباس حسن للاسبوع الثاني على التوالي. عباس حسن عم بيقدر يكون بالمرصاد لكل الفرص على مرمى فريق النجمي، وبالبوكس بيبعد الكرة، الضغط من فريق التضامن، الهجمة المرتدة لفريق النجمي. حسن محمد بيتقدم معه، حسن معتوق شو راح يعمل؟ حسن محمد، حسن محمد، حسن محمد، حسن محمد، حسن محمد، حسن محمد، بمرر للمعتوق، المعتوق داخل منطقة الجزاء بيسدد كمان مرة، دفاع فريق التضامن عم يبعدها قبل ما تدخل، وتسديدة جديدة وخطأ لصالح التضامن. الوقت الأصلي لهالمباراة عم بينتهي، والحكم الرابع محمد حداد عم بيتقدم ليعلن عن 3 دقائق وقت محتسب بدل عن ضائع قدام الفريقين، قدام النجمة وقدام التضامن، قبل ما نعرف مين رح ياخد 3 نقاط المباراة. 3 دقائق أمام النجمة للخروج بالنقاط 3 اللي رح تعيده للصدارة، وأحيدا ليوضع ضغط على العهد والإخاء الأهلي عليه. بذكركم مشاهدينا بكرة الساعة 4 بتقدروا تتابعوا المباراة مباشرة من ملعب صيدا البلدي عبر شاشة ام تي في، قبل على 2:15 عبر شاشة وان. البقاع رح يستضيف الأنصار أيضا مباراة مباشرة على إذا مباراتين عبر ام تي في وان بكرة، وكل المباريات والأحداث عم تكون موجودين فيها بدوري ألفا. لنحطكم بكل الأجواء بالوقت يلي ادريسان يانغ عم يسيطر على الاجواء وعم يقطع كل الكرات على مشارف منطقه الجزاء. ايضا فيليبي دوس سانتوس، فيليبي عم يتقدم، فرصه هدف ثاني ممكن تكون للنجم. فيليبي عنده تمريرتين حاسمتين، هو الافضل على هالصعيد بعد نادر مطر يلي عنده 3 تمريرات حاسمه انضم لهم المعتوق اليوم ايضا بتمريرته الحاسمه الثانيه هالموسم. الكنترول على الصدر من امير حصري، امير امير مواجهه علي عواضه، امير بحافظ على كرته، امير الحصري تحت الضغط من علي عواضة، أمير بيرجع للخلف، وين اللاعب يلي بيكون مساند لأمير تيقدر يمرر له؟ أمير عم ينجح بأنه يمر على لاعبين ممتاز يلي عنده رقم 93 وعم يحصل على خطأ. برافو لأمير القصري تحت ضغط من لاعبين قدر يمر. لقطة جميلة عندما تشوف لاعب مقاتل محارب مر عن محايدلي، مر عن علي عواضة، عنده ثقة كبيرة بنفسه لاعب الأنصار السابق، عنده إمكانات. نادر مطر تنفيذ الركله الحره بشكل سريع للمعتوق، المعتوق ايضا هالمره تمريرته خاطئه. كره للامام بده ينتبهوا كثير منيح من الكرات بظهره. عباس حسن لوين طالع؟ قاسم الزين قطع الكره، ممنوع احمد ديب وقاسم الزين يكونوا بعاد عن بعضهم ويتركوا مساحه خاليه. شفنا فضل عنتر كيف قدر يستفيد من بعد قلبي الدفاع وينسل بيناتهم ويقدر يواجه عباس حسن. قاسم الزين كان كثير بعيد بهالحاله، تأكيد بعد مراجعة الفيديو وبعد عرضه على اللاعبين بوريس مونياك بيكون له كلام معهم، وخصوصا انه تمركز المدافعين بهيك نوع من الكرات هو امر اساسي ممكن يسبب مشاكل كثيرة، اي خطأ من هالنوع. داوود ديوب التقدم من الكواري، كرة ايضا والتسديدة الى جانب مرمي لعباس حسن الى خارج ارض الملعب. الثواني عم تمر سريع على التضامن، صور بطيئة على النجمة. ديوب السنغالي وستيفن سارفو بغياب الطرف الثالث كوفي إيبوا على ما يبدو ما رح يقدروا يساعدوا التضامن صور للخروج اليوم بنتيجة إيجابية، لأنه الحكم جميل رمضان عم يعلن عن انتهاء المباراة بفوز مهم ومهم جدا للنجمة. 1-0 إذن النتيجة النهائية، النجمة عاد إلى الصدارة منفردا قبل مباراة العهد والإخاء الأهلي عليه، والسباق إلى اللقب فارس عم ينطلق من جديد بين قطبي اللعبة بالوقت الحالي العهد والنجمة. يعني بدنا نقول مبروك كبير لفريق النجمة، فريق النجمة بالشوط الثاني غير فريق النجمة بالشوط الأول، كان عنده عدة فرص، قدر يسدد كرة ناجحة، قدر يفتتح التسجيل ليتقدم 1-0 بالرغم من كل محاولات لتسجيل هدف ثاني ما نجح فيها. كمان فريق التضامن كلمة حق تقال، قريب كتير كان انه يسجل هدف التعادل لولا براعة
الحارس عباس حسن. هيدا هدف المباراة الوحيد. محيد اللي أخطأ هون داوود ديوب. الكرة بتوصل عند معتوق. معتوق بمرر هدية لأبو بكر المل. أبو بكر المل من دون أي صعوبة أبداً أبداً عم ينجح إنه يسجل هدف المباراة الوحيد. هدف ثلاث نقاط غاليين كتير. شوفوا شو عمل المعتوق، كيف تقدم، كيف شاف أبو بكر المل، وكيف سدد أبو بكر المل من دون أي صعوبة ليعطي التقدم 1-0 لفريق النجمة. كمان مرة الإعادة من غير زاوية، إعادة للهدفك ما بيروح عليكم شيء أبدا، لكن اللي ما تسنى لإله إنه يشوف هدف المباراة مع أبو بكر يلي افتتح التسجيل وعم بيرفع رصيد النجمة ل 19 نقطة بالصدارة بفارق 3 نقاط عن فريق العهد ومباراة أقل. شكرا لكل يلي رافقونا. موعد جديد بكرة عبر شاشة الام تي في بتمام الساعة 4 بعد الظهر. Rhythm. Thank you.